صباح الخير. فترات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا وبيتابعونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا هدير. صباح الخير عليك يا شاذلي، صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان، وجمعة مباركة على حضراتكم جميعا. ومن شوية انتهت واحدة من الظواهر الفلكية الفريدة والنادرة، وهي ظاهرة تعامد أشعة الشمس داخل قدس الأقداس بمعبد الملك رمسيس الثاني، واللي اسمه المعبد الكبير أو معبد أبو سمبل زي ما هو معروف. وده واحد بيعتبر من أكبر المعابد اللي منحوتة في الصخر في العالم، نموذج فريد في العمارة والهندسة القديمة، وتم نحته في قطعة صخرية بشكل غاية في الجمال والروعة. وطبعا يعني هذه الظاهرة بيجي يتابعها كتير من السياح من كل دول العالم، خاصة المهتمين بالظواهر الفلكية والحضارة المصرية القديمة. لو حاولت أنك تدور على اسم مستكشف المعبد أو ليه تم تسميته بمعبد أبو سمبل، هتلاقي معلومات كتير ومعلومات مختلفة في هذا الصدد. لكن موقع وزارة السياحة والأثار بيقول أنه اللي أطلق على هذا المعبد معبد أبو سمبل هو الرحالة السويسري المعروف باسم إبراهيم بوكارت. وده لأنه الطفل اللي وداه الموقع سنة 1313 وقتها ووصله لحد هناك 1813 كان اسمه أبو سمبل، علشان كده اتسمى هذا المعبد على اسمه. كل تأكيد هدير، وهي ظاهرة فلكية يمكن العالم كله بيجي تابعها، وشوفنا احنا من شوية في ازدحام وفي إقبال من السياح كمان عشان يشاهدوا هذه الظاهرة، ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس، واللي بتحصل مرتين في كل سنة. الأولى بتكون يوم 22 أكتوبر والتانية 22 فبراير. طبعا اختلف العلماء بقى حول أسباب اختيار اليومين دول، في نظريات بتقول إن ده يوم ميلاد الملك ويوم تتويجه، ونظرية تانية بتقول إن دي تواريخ مرتبطة أكتر بالزراعة والحصاد. لكن خلينا نقول إن التاريخ ده مش دقيق. ليه؟ لأن الظاهرة دي كانت بتحصل قبل كده قبلي بيوم، يعني كان يوم 21 أكتوبر ويوم 21 فبراير من كل عام. لكن طبعا بعد بناء السد العالي ونقل المعبد إلى أعلى التلة المجاورة والمرتفعة حوالي 66 متر فوق منسوب مياه نهر النيل، اتأخرت الظاهرة يوم كامل عن معاده. عشان كده في المتحف المصري الكبير قدر انه يحقق الظاهرة دي ويكون في تعامد لشعاع الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني اللي موجود في البهو العظيم للمتحف امبارح في المعاد الأصلي يوم 21 أكتوبر. لكن ده بعد دراسة علم الفلك. السؤال بقى الأهم، إزاي قدر أجدادنا إن هم يعملوا الكلام ده قبل 3300 سنة، وإيه الأدوات اللي ساعدتهم؟ ده بيؤكد فعلاً هدير إن إحنا قادرين إن إحنا نبهر العالم كله على مر العصور. صباح على حضراتكم مرة تانية، وصباح الخير يا مصر. قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، نصبح على ليندا وتطمننا على حالة الطقس. صباح الخير عليك يا ليندا. صباح الخير شاذلي، صباح الخير هدير. صباح الخير عليك يا ليندا. الحقيقة شاذلي، شفنا ابتداء من يوم الأحد اللي فات كان في تحسن في الأحوال الجوية، والحمد لله الجو النهاردة معتدل. اتفضلي بقى، عايزين نعرف التفاصيل. صباح الخير عليكم مشاهدينا، خلونا نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس. النهارده الطقس هيكون معتدل على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، وفي نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء، وكان في كمان شبوره مائيه الصبح على بعض الطرق المؤديه للقاهره الكبرى، ده غير انه في فرص امطار خفيفه على مناطق متفرقه من السواحل الشماليه. درجه الحراره في القاهره النهارده 27، وأعلى درجة حرارة في أسوان 35، وأقل درجة حرارة في مرسى مطروح 25. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية. دلوقتي هنرجع لشاذلي وهدير عشان يبتدوا فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك. شكرا لك.
نبدأ مع حضراتكم يومنا النهاردة بمجموعة من الأخبار والموضوعات اللي تهم حضراتكم بكل تأكيد، وكالعادة بنروح نبدأ يومنا بالأخبار اللي حصلت امبارح. أما هذه الأخبار، القوات البحرية احتفلت بعيدها 54 ونفذت عدد من التشكيلات البحرية والجوية، وأيضا المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر فيديو بعنوان القوات البحرية بطولات وإنجازات، وكمان القوات المسلحة افتتحت أول مركز متكامل لتجميع البلازما. وأخبار تانية شاذلي معانا أكيد النهاردة. معانا أخبار تانية بالفعل يا هدير. رئيس الوزراء استعرض المزايا اللي بيقدمها دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. كمان مركز المعلومات بمجلس الوزراء قال إن مصر ضمن العشرين سوق الأكثر جذباً للاستثمار بالطاقة المتجددة في العالم. كمان من ضمن الأخبار اللي معانا، قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية نظم ندوة دينية للنزلاء بمناسبة المولد النبوي. أخبار تانية لكن بدايتها هكون مع هدير. تفضل يا هدير. شكرا ليك يا شاذلي. نبدأ مع حضراتكم يومنا النهاردة وأولى أخبارنا، القوات البحرية احتفلت امبارح بعيدها 54، والاحتفال تضمن تنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية لاستقبال الوحدات البحرية العائدة من مهام قتالية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة، واللي أظهرت مدى الكفاءة اللي بيتمتع بها مقاتلي القوات البحرية المصرية. هم لهيب البحر وسط العاصفة، هم البركان في لحظة خاطفة، فنرى قوة على السطح تترقب، وقطعا في الأعماق تتأهل. فخر العسكرية المصرية، حماة السواحل والمياه الإقليمية، إنهم رجال القوات البحرية المصرية. احتفلت القوات البحرية بعيدها 54، حيث تضمن الاحتفال تنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية لاستقبال الوحدات البحرية العائدة من مهام قتالية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة، والتي أظهرت مدى الكفاءة التي يتمتع بها مقاتلو القوات البحرية المصرية. وأكد الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية أن القوات البحرية في عيدها 54 ستستحضر عظمة الماضي وتفتخر بما يتحقق في الحاضر من تطور في التسليح والتدريب. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على متن حاملة المروحيات جمال عبد الناصر من طراز المسترال. وهنأ الفريق أحمد خالد رجال القوات البحرية بعيدهم 54، والذي يوافق 21 من شهر أكتوبر عام 1967 ذكرى إغراق المدمرة إيلات، أكبر وحدة بحرية للعدو آنذاك. تحتفل قواتنا البحرية اليوم بعيدها 54، يوم أحيت الأمل في قلوب الشعب المصري العظيم لكسر قيود الاحتلال وبدء تحرير الأرض ورد الاعتبار وبدء حرب الاستنزاف. قد امتزجت في ذلك اليوم إرادة أبطال القوات البحرية بصبر وعزيمة الشعب المصري العظيم الذي رفض الهزيمة، يجعل من هذا اليوم يوم المجد والعزة والكرامة، يوم 21 من شهر أكتوبر عام 1967 كان أكبر برهان على قوة وعزيمة رجال قواتنا البحرية، والذي غير مفاهيم استدامة الصواريخ البحرية بل والمفاهيم الاستراتيجية البحرية بالشكل عام، وجعل العالم بأكمله ينظر إلينا نظرة احترام وتقدير. كما أكد قائد القوات البحرية على الدعم الكامل من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة لامتلاك قدرات قتالية حقيقية نؤهلها للعمل في المياه العميقة. اليوم نستحضر عظمة الماضي ونفتخر بما يتحقق لنا في الحاضر، نشعر ونرى القفزة الهائلة التي تتحقق الآن لقواتنا البحرية لتشمل جميع المناحي من تطور في التسليح والتدريب والعنصر البشري المحترف القادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى البنية التحتية التي تتناسب مع متطلبات
العصر الحديث، وكما شهدنا ما تم توفيره للقوات البحرية من دعم كامل من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة نحو امتلاك قدرات قتالية حقيقية تؤهلنا للعمل في المياه العميقة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية. مشيرا إلى أن توجه القوات البحرية هو تنفيذ رؤية القيادة السياسية لضمان عملية نقل تكنولوجيا التصنيع المحلي بأيدي وسواعد وعقول مصرية طبقا لتخطيط دقيق يراعي عوامل الجودة مع التنفيذ في زمن قياسي، فضلا عن تزويد القوات البحرية بعدد من الوحدات البحرية ذات طبيعة ومهام قتالية خاصة من مختلف الطرازات والحمولات. ووجه قائد القوات البحرية رسالة طمأنينة: الحمد لله وفضله نمتلك اليوم قوة بحرية متطورة تمكننا من ردع كل من تسول له نفسه تهديد مصالحنا القومية وتعطي لأمتنا المصرية صوتا مسموعا وعلما خفاقا يجوب العالم، يحمل لجميع رسالة هذه الأرض الطيبة رسالة سلام واستقرار وبناء وأمن تحميها قوة بحرية لا تتهاون في حق مصر، وهي قادرة وبفضل من الله ومستعدة دائما لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليها من القيادة العامة للقوات المسلحة. وعهد الله والوطن على أن نبذل كل جهد ممكن وأن نكون دائما مستعدين لتنفيذ كافة المهام التي تسند إلينا مدعومين بثقتنا بالله تعالى وفي أنفسنا وفي رجالنا وعزيمتهم وإصرارهم وصدقهم وأمانتهم. وبمناسبة احتفالات القوات المسلحة بعيد القوات البحرية، نشر المتحدث العسكري فيديو امبارح عن بطولات وإنجازات القوات البحرية. هم لهيب البحر وسط العاصفة، هم البركان في لحظة خاطفة، هم الجحيم الذي ينشق عنه الماء فنرى قوة على السطح تترقى وقطعا في الأعماق تتأهل. هذا بأسهم وتلك نيرانهم وما خفي كان أقوى وأعظم. فخر العسكرية المصرية، حماة السواحل والمياه الإقليمية، إنهم رجال القوات البحرية المصرية. يقف التاريخ شاهدا على انطلاقة مصر البحرية مع مشرق شمس العصر الحديث إبان حكم محمد علي باشا، ومنذ ذلك الحين تنامت القدرات القتالية لقواتنا البحرية لتناظر أقوى البحريات على مستوى العالم. حروب مصر المعاصرة سجل حافل بالبطولات توجتها القوات البحرية إبان حرب الاستنزاف بتدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات يوم 21 من أكتوبر عام 1967، يوم تاريخي استحق أن يخلد في تاريخ الحروب المصرية عيدا لقواتنا البحرية. هكذا شق سادة البحار المصرية طريق البطولة والفداء، حاملين لواء الفتح البطولي حتى أمكنهم فتح أبواب النصر المبين في حرب أكتوبر 73. انتهت الحرب بأعظم انتصار خلده التاريخ، فلم يتوانى سادة البحار عن تطوير قدراتهم القتالية حتى بلغ التطوير مداه أعقب ثورة 30 من يونيو 2013. قفزة نوعية شهدتها المنظومات القتالية لقواتنا البحرية على مدى 8 سنوات مضت، أمكن خلالها تأمين المسرح البحري بعشرات القطع البحرية تتقدمها حاملة المروحيات جمال عبد الناصر
وأنور السادات من طراز مستيراد. الفرقاطة متعددة المهام تحيا مصر من طراز فريم. الغواصات ألمانية الصنع من طراز 209 على 1400. الفرقاطات متعددة المهام من طراز جوين. وتعاظمت القدرات القتالية لقواتنا البحرية خلال عام مضى بتدشين المزيد من الوحدات الجديدة ومنها الفرقاطة الجلالة. الفرقاطة برنيس. الفرقاطة بورسعيد. الغواصة S44. اللانشات من طراز عمر بن الخطاب. اهتمام مماثل شهده التصنيع الحربي المحلي بإنتاج عشرات القطع البحرية ومنها اللانشات طراز سويفت 28 مترا، القاطرة مصطفى محمود، القاطرة لطفي جدالله. الفرقاطات الجديدة من طراز جوين واللانشات القتالية المدرعة من طراز رافال 1200. وتواصل العمل حتى اكتمل الأمل بإنشاء المزيد من القواعد البحرية ومنها قاعدة برنيس العسكرية. وقاعدة 3 يوليو البحرية. إنشاء قاعدة بورسعيد البحرية. وإنشاء رصيف السفن التجارية بأبو قير مع بدء أعمال التكريك. إنجازات متعاقبة دفعت كبرى بحريات العالم لمد الجسور مع قواتنا البحرية لصقل مهاراتهم التكتيكية عبر العديد من التدريبات المشتركة ومنها التدريب المصري البريطاني المشترك T1، التدريب المصري الروسي المشترك جسر الصداقة، التدريب المشترك سيف العرب بمشاركة الوحدات الخاصة، التدريب المصري اليوناني القبرصي المشترك ميدوزا 10، والتدريب المصري الفرنسي المشترك كليوباترا، والتدريب المصري التونسي المشترك فونكس إكسبرس، والتدريب المصري الإماراتي المشترك زايد 3، والتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع. وتبقى المناورة قادر 2021 مثالاً حياً على ارتفاع معدلات الكفاءة القتالية لرجال البحرية المصرية. مناورة تعبوية وتكتيكية تجلت فيها القدرات الاحترافية عبر إطلاق منظومات الصواريخ والمدفعية من الفرقاطات واللانشات، بالإضافة لإطلاق التوربيدات من الغواصات. وبينما تقوم القوات البحرية بتأمين المياه الإقليمية، امتد عطاؤها بالمهام الإضافية خلال العام الجاري كإحباط محاولة للهجرة غير الشرعية شمال مدينة رشيد وقاعدة 3 يوليو البحرية. تتنوع القدرات وتتعاظم الإنجازات، ويبقى الفرد المقاتل محوراً رئيسياً في معادلة الإنجاز البحري. اهتمام مماثل بتطوير العملية التعليمية بالكلية البحرية حتى أمكنها أن تتصدر الصفوف ضمن أرقى الأكاديميات البحرية حول العالم. رجال القوات البحرية أسطورة حية، بالقوة يفرضون الكلمة.
القدرة، يصنعون المعجزة، بالإرادة يواجهون المستحيل ويقهرون التحديات، بالبطولات والإنجازات. كما نشر المتحدث العسكري فيديو عن افتتاح أول مركز متكامل لتجميع البلازما لتحقيق الاكتفاء الذاتي من أدوية مشتقات البلازما، وده بالتعاون بين القوات المسلحة وشركة غريفولد الإسبانية. استمراراً لجهود القوات المسلحة في دعم وتطوير المنظومة الطبية والعمل وفقاً لأحدث ما وصل إليه العلم في المجالات الطبية المتطورة، تم افتتاح أول مركز متكامل في أفريقيا والشرق الأوسط لتجميع البلازما بمدينة 6 أكتوبر لتحقيق الاكتفاء الذاتي للأدوية المشتقة من البلازما بالتعاون بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وشركة غريفولد الأسبانية الرائدة في ذلك المجال، وذلك بحضور كل من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ورئيسي مجالس إدارة شركتي غريفولد الأسبانية وغريفولد إيجيبت، وعدد من قادة القوات المسلحة ونخبة من المتخصصين في مجال مشتقات البلازما. ويعد مركز 6 أكتوبر أول مركز ناتج عن شراكة استراتيجية طويلة المدى تهدف لدعم نظام الرعاية الصحية في مصر من خلال إنشاء 20 مركزا للتبرع بالبلازما، وذلك بالتزامن مع إنشاء مصنع لإنتاج أدوية مشتقات البلازما ومعمل ومخزن مركزي للبلازما وفقا لأحدث النظم العالمية في ذلك المجال، مع ضمان الحصول على كافة الاعتمادات الدولية اللازمة لهذا المشروع من خلال الهيئات التنظيمية والرقابية والوكالات الدولية المنوطة بذلك. ويعد المركز الذي تم افتتاحه رسميا اليوم مجمعا متكاملا يشمل مركزا للتبرع بالبلازما ومختبرا معمليا لاختبارات عينات البلازما، بالإضافة إلى مركز تدريب وتطوير تابع لأكاديمية غريفولد للتدريب، وهو المنوط به تطبيق برامج التطوير والتعليم المهني المستمر للعاملين. وعقب مراسم الافتتاح تم عقد مؤتمر صحفي بحضور مختلف وسائل الإعلام، صرح خلاله المسؤولون بكافة التفاصيل الخاصة بذلك الحدث الضخم والذي يعد طفرة طبية راقية على أرض مصر. يأتي ذلك في إطار توجه الدولة المصرية للوصول إلى أعلى معايير المنظومة الطبية المتكاملة لمختلف التخصصات والمجالات الطبية، بما يسهم في تقديم رعاية صحية لائقة بالمواطن المصري. امبارح كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لزيادة أرباحهم، واللي عادته وزارة المالية. قال رئيس الوزراء إن الدولة بتهتم بشكل كبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها بتقوم بدور مهم جدا في مسيرة التنمية الشاملة اللي بتنفذها الدولة في جميع القطاعات، وكمان بتوفر فرص عمل للشباب وبتساهم في نمو الاقتصاد الوطني. مركز معلومات مجلس الوزراء نشر امبارح التقرير اللي اصدرته مؤسسة إرنست & يونغ الدولية والخاص بمؤشر الدول الاكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة. التقرير اظهر تقدم مصر للمركز 19 ما بين افضل 40 سوق في العالم من حيث جاذبية الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة. كمان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر امبارح انفوجراف بيوضح إجماع مؤسسات التصنيف الائتماني على المستقبل الواعد للاقتصاد المصري، وده بسبب عملية الإصلاح وحالة المرونة اللي أظهرها الاقتصاد خلال أزمة كورونا. استشهد المركز بالتقرير الأخير اللي أصدرته وكالة فيتش وتثبيتها لتصنيف مصر الائتماني عند بي موجب، وكمان تقرير ستاندرد أند بورز واللي توقع انتعاش قوي لنمو الاقتصاد المصري. قطاع الحماية المجتمعية في وزارة الداخلية نظم ندوة دينية لنزلاء السجون بمناسبة المولد النبوي الشريف، وده في إطار رفع الوعي الديني والثقافي لدى النزلاء.
ميلاد سيدنا النبي ميلاد الأمل، والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تفتح لنا جميعا باب الأمل. رفع الوعي الثقافي لدى السجناء أحد أدوات تفعيل منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تنتهجها وزارة الداخلية لإصلاحهم وتأهيلهم. لذا كانت الندوات الدينية التي ينظمها قطاع الحماية المجتمعية للسجناء فرصة لذلك. من هذا المنطلق احتفل القطاع بالمولد النبوي الشريف من خلال جمع السجناء بذويهم في ندوة دينية وثقافية بدأت بفقرات موسيقية في مدح رسول الإنسانية أحياها السجناء من يملكون موهبة العزف والغناء. ثم تم توزيع حلوى المولد على المجتمعين في الندوة. بعدها بدأت فعاليات الندوة الدينية التي حاضر فيها الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والشيخ رمضان عبد الرازق من علماء الأزهر الشريف. لقاء كان طيبا للغاية، الكل في غاية السعادة وجلسة روحانية أمدت الجميع بالطاقة الإيجابية المطلوبة التي نحتاجها دائما في أمثال هذه الذكريات الطيبات المباركات. إزاي سيدنا النبي بيعلمنا الأمل، وإنه الأمل هو أساس الحياة، وإنه الأمل هو النور، والأمل هو الطاقة الإيجابية. أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، بنا دين الأمل وبعد الأمل انطلق إلى العمل مع الانضباط وأكثر من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الندوة أتاحت للحضور من السجناء وأسرهم الفرصة للاستماع إلى سيرة النبي العطرة وكيفية الاهتداء بسلوكه في الحياة والدين، وهو المسلك القويم الذي يساعد هؤلاء على اتباع الطريق المستقيم، كما أعطتهم الفرصة للنقاش والحوار مع العلماء والاستفسار عن أمور دينهم ودنياهم. استفدت من الندوة أن أنا تعلمت من أخطائي، أن أنا مرجعش تاني، ودي حاجة كويسة أن أطلع أبقى حاجة كويسة أفضل من الأول، ودايماً الواحد بيتعلم من أخطائه. استفدنا من الندوة النهاردة أن احنا نغير المفاهيم بتاعتنا من الغلط للصح، أن احنا نكون قريبين من ربنا ونتحلى بالصبر. بتفيدنا أن الواحد لما بيعمل غلط ما يكرروش تاني، يفضل دايماً في ذكر الله، يفضل مأمن أن ربنا جنبه في أي وقت، يصلي ويدعي ربنا أن يفكها عليه. استفدت الصبر والإيمان، كل حاجة كويسة، والواحد ما يغلطش ويدي أمل في ربنا. وبصراحة ببقى فرحانة بروح في أي ندوة من ندوات الدهنة، وبستفد بحاجات كتير قوي. تلك الندوة التي يحاضر فيها كبار علماء الدين يستقي منها السجناء صحيح دينهم بعيدا عن الأفكار المغلوطة التي تقودهم إلى مسلك غير محمود عواقبه. لذلك يحرص قطاع الحماية المجتمعية على الاستمرارية في عقد تلك الندوات. من الأخبار اللي حصلت امبارح للأخبار اللي هتحصل النهاردة، النهاردة وزارة الأوقاف أعلنت أن خطبة الجمعة هتكون عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التربية، وهيكون عنوانها النبي معلما ومربيا. أيضا النهاردة وبعد طول الانتظار هتقام أول صلاة جمعة في الحرمين بدون تباعد بعد سنة ونص من تطبيق التباعد الاجتماعي ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية. هتنطلق النهاردة قافلة دعوية مشتركة بين الأوقاف والأزهر الشريف إلى محافظة السويس، وده في إطار ترسيخ المنهج الوسطي والقيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية اللي دعا ليها ديننا الحنيف. رياضياً النهاردة الزمالك هيواجه توسكر الكيني في الساعة 7 بالليل على استاد برج العرب، وده ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا. دلوقتي هنروح مع حضراتكم مجموعة من الأخبار برا مصر. عالم الأحياء البحرية إنريك أوستل ما كانش مصدق عينه أول ما شاف سمكة الشمس. سمكة كبيرة موجودة، طبعا لقاها موجودة في قارب في شبكة قارب صيد التونة بتاعته على ساحل سبتة في البحر المتوسط. السمكة اللي اصطادها دي اسمها سمكة الماموث، ودي من الأنواع المصنفة لأنها معرضة للخطر وما بتتاكلش في أوروبا. طولها قد إيه؟ طولها 3 متر و200 سنتي و2 سنتي عفوا، وعرضها 2 متر ما شاء الله.
وزنها حوالي 2 طن. بس هي ما بتاكلش ليه؟ ده السؤال. عميم بيقول عشان انها معرضة معرضة للانقراض. انما لو موجودة عادي ممكن تتاكل. انت اهم حاجة عندك الاكل. تسمين 2 طن يا جماعة برضو. طيب، مصور النمساوي اسمه جريكور سايلر سافر لأقصى القطب الشمالي علشان يصور المباني المهجورة في القطب المتجمد، ودي يعني عبارة كده عن أماكن نائية وصعب طبعا الوصول لها أكيد بكل تأكيد. وهو قال إن القطب الشمالي بيسحره، وإنه الأماكن دي بتأثر فيه، ولازم الناس تفهم وتشوف التطورات اللي بتحصل هناك وتفهم أكتر وتسمع أكتر عنها. دلوقتي هنستأذن حضراتكم نروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقراتنا. اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان، مكملين مع حضراتكم حلقه يوم الجمعه من صباح الخير يا مصر. ودلوقتي نروح نطمن على اخبار الجو النهارده من ليندا، تقول لنا كل التفاصيل. اتفضلي يا ليندا. شكرا هدير. هيئه الارصاد الجويه تتوقع انه النهارده الطقس هيكون معتدل على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، وهيكون مائل للحراره على جنوب سيناء وحر على جنوب الصعيد. بالليل الطقس هيكون لطيف على الانحاء كافه. وبالنسبة للظواهر الجوية النهاردة في نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء، وفي شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء، وفي كمان فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة، وهنبتديها من القاهرة. بتسجل العظمى في القاهرة 27 والصغرى بتسجل 19، الإسكندرية العظمى فيها 26 والصغرى 20، مرسى مطروح العظمى 25 والصغرى 18، سيوة العظمى 28 والصغرى 14، بورسعيد العظمى 27 والصغرى 21، دمياط العظمى فيها كمان 27 والصغرى بتسجل 20، الإسماعيلية العظمى 27 والصغرى 17، والسويس العظمى بتسجل 27 والصغرى بتسجل 18. هنروح للعريش العظمى فيها 26 والصغرى 20، سان كاترين العظمى 25 والصغرى 10، طابة العظمى 26 والصغرى 20، شرم الشيخ العظمى 30 والصغرى 23، الغردقة العظمى كمان بتسجل 30 والصغرى بتسجل 21، الفيوم العظمى 27 والصغرى 19، بني سويف العظمى كمان 27 والصغرى 19، والمنيا العظمى فيها 27 والصغرى بتسجل 16. هنروح لأسيوط العظمى فيها 28 والصغرى 17، سوهاج العظمى 29 والصغرى 18، قنا العظمى 30 والصغرى 19، الأقصر العظمى 33 والصغرى 19، أسوان بتسجل أعلى عظمى النهارده وهي 35 والصغرى بتسجل 20، الوادي الجديد العظمى 33 والصغرى 20، شلاتين العظمى 33 والصغرى 20، وأخيرا حلايب العظمى بتسجل 30 والصغرى بتسجل 21. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لشاذلي وهدير عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا. بنشكرك كلن. في جهود كبيرة جدا بتقوم بيها الحكومة وقامت بيها طبعا في أزمة كورونا والإصلاحات الاقتصادية، واللي كان لها دور كبير في التعافي السريع من أثار الجائحة، وإنه مؤسسات التصنيف الدولية بتشيد بأداء الاقتصاد وبتتوقع كمان لمعدلات نمو مرتفعة خلال الفترة القادمة. يثبت الاقتصاد الوطني قدرته على تحقيق أداء متميز رغم استمرار التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي. وفي تطور جديد، أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تثبت تصنيف مصر عند بي بلس ونظرة مستقبلية ومستقرة. هذا التصنيف لم يأتي من فراغ، ولكن مع استمرار الجهود الإصلاحية للحكومة لتلافي أثار الأزمة. وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في آخر تقرير لها أن تصنيف مصر يدعمه سجلها في الإصلاحات المالية والاقتصادية، وأن النمو الاقتصادي وحزمة الدعم خفضوا من تأثير الجائحة على الوضع المالي في مصر. تصنيف فيتش ليس الأول لمصر خلال الفترة الأخيرة، حيث أكدت وكالة مودز للتصنيف الائتماني خلال يونيو الماضي أن تصنيف مصر السيادي مستقر عند B2 مع المحافظة على النظرة المستقبلية المستقرة. ونجحت الحكومة في تخصيص 100 مليار جنيه للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19،
كما تمت زيادة المعاشات بنسبة 14%، وتم التوسع في برامج التحويلات النقدية الاجتماعية المستهدفة، وقامت الحكومة بدعم العمال غير النظاميين في القطاعات الأكثر تضرراً والتي تشمل 1.6 مليون مستفيد. وأكدت مودز أن مصر هي الدولة الوحيدة بالمنطقة التي حافظت على مسار نموها الإيجابي ليتماثل مع الفترة التي سبقت جائحة كورونا بفضل سياسات الإصلاح الشاملة على مدار السنوات الماضية. محمد صلاح، كل يوم بنصحى الصبح نشوف خبر جديد وكلام جديد عن محمد صلاح في كل العالم، في كل الجرائد العالمية والدولية، كلام عن صلاح وإنجازات صلاح كل يوم بياخد مكانة أفضل بين أساطير كرة القدم في العالم. محمد صلاح الجديد بقى أنه بقى ليه تمثال من الشمع داخل متحف مدام تسوء الشهير الموجود في لندن، اللي ما ينفعش حد يروح لندن وما يزوروش، وبكده يكون أول لاعب عربي أفريقي يكون موجود هناك، وثالث لاعب في العالم يكون ليه تمثال في المتحف بعد رونالدو وبيكهام. انضم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر إلى أساطير ومشاهير الكرة في العالم بعد وضع تمثال من الشمع له داخل متحف مدام توسو بلندن، أحد أشهر متاحف الشمع بالعالم. وحرص متحف مدام توسو العالمي بمدينة لندن على تجهيز تمثال للنجم العالمي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وتم الإعلان عنه، وتفقد الدولي المصري المتحف والتمثال المخصص له والتقط معه بعض الصور. ويعتبر محمد صلاح أول لاعب عربي في التاريخ وثالث لاعب في العالم يقام له تمثال بمتحف مدام توسو بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو والإنجليزي ديفيد بيكهام، لينضم مع الأساطير في أشهر متاحف الشمع في العالم. ويبدو التمثال شبيهاً بصلاح إلى أقصى حد، بما في ذلك التفاصيل الدقيقة مثل درجة لون العين والشعر وملامح الوجه وطول وعرض الجسد. وهنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم نجم فريق ليفربول محمد صلاح، وكتب حساب فيفا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: تهانينا للملك المصري، لاحقاً هذا العام سيصبح أول لاعب كرة قدم مصري يعرض تمثاله في متحف مدام توسو للمشاهير في لندن. طبعاً متحف من أقدم المتاحف لتماثيل الشمع في العالم، تم افتتاحه سنة 1835، بيضم رموز في كل المجالات وفي كل القطاعات، سياسيين وفنانين ورياضيين، وزي ما شفنا محمد صلاح حالة من الانبهار. إحنا نفسنا لما شفنا التمثال ما قدرناش نفرق ما بين الاثنين، غير ان صلاح طبعا بيتحرك، حتى هو بدا يعني هو كان منبهر اول ما شاف التمثال وما كانش مصدق انه بهذه الدقه انه يطلع تمثال ليه بهذه الدقه، لكن حاجه تشرف انه يكون موجود تمثال لمحمد صلاح في هذا المتحف، واللي استغرق العمل فيه شهور عشان يطلع بهذه الدقه. لكن شفنا صلاح وهو يعني التاتش المصري بتاعت محمد صلاح وهو بيتصور مع التمثال وهو بيشوف البدله البيضاء بتاعته، حتى بيقول لك هذا الشخص يهدير اللي يرتدي البدله البيضاء مش مهتم بما ياكل، طبعا في اشاره لان الرياضيين لازم يهتم طبعا بجسمه وعضلات بطنه كده. المفرح في الموضوع انك تشوف الصوره انه اتنين صلاح، حاجه يعني مذهله الحقيقه، تفاصيل يعني غايه في الدقه والروعه. واعتقد انه كتير مننا في الاول لولا انه صلاح بعد كده ابتدى يتحرك هناخد وقت على ما نفرق بين يعني التمثال فعلا وصلاح، لانه طبعا يعني وده المعتاد في متحف الشمع بلندن انه نشوف مشاهير العالم والنماذج والقدوه اللي موجودين في العالم موجودين هناك وليهم تمثال هناك، وشيء يسعدنا جدا انه محمد صلاح يعني وهو دلوقتي كل الناس بتتكلم انه اهم لاعب أو أهم رياضي في العالم، نشوف الاحتفاء به بالشكل ده في مكان سياحي من الدرجة الأولى في لندن، يعني شيء غاية في الأهمية أنه يكون حد مصري لكل المحبين دول وكل الجماهير دول، بنشوفهم كل يوم في شوارع لندن بيحتفوا بالفرعون المصري. خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والدولة المصرية اللي قدرت أنها تنهي تماماً أزمة المناطق غير الآمنة، وده بعد توفير مساكن جديدة للأهالي في مناطق مخططة وفيها كل الخدمات والمرافق وكمان جاهزة بالأثاث، وده علشان تكون بداية جديدة وحياة جديدة كلها أمل وسعادة لأهالينا اللي كانوا ساكنين في المناطق غير الآمنة.
نجحت الدولة المصرية في القضاء على المناطق غير الآمنة وتوفير السكن الملائم لأهالينا قاطني تلك الأماكن، حيث إنه قبل عام 2014 كان هناك نحو 14 مليون نسمة يقطنون المناطق غير الآمنة على مستوى الدولة، ووصل هذا الرقم في بعض الدراسات إلى 20 مليون نسمة وفقاً لتصنيف وتعريف للمناطق غير المخططة. وأعلنت الدولة أن عام 2021 هو عام إعلان الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة وإعادة تسكين قاطني تلك المناطق بالوحدات السكنية البديلة، حيث لا يوجد أي مواطن حالياً يقطن في منطقة غير آمنة. أيضاً وضعت الدولة استراتيجيات التطوير والحد من ظهور العشوائيات من خلال مشروع سكن لكل المصريين وبرنامج الإسكان الاجتماعي، ويضم 1.8 مليون وحدة سكنية مدعمة، وكذلك المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري، إضافة إلى منظومة الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة لضبط وحوكمة العمران، وأيضاً المجهودات التي من شأنها جعل توافر الوحدة السكنية السابق للاحتياج تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير وحدات سكنية تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع وتلبي احتياجاتهم. ما فيش شك أن تمكين المرأة الريفية هو محور مهم في رؤية مصر 2030، عشان كده بنشوف اهتمام كبير من الحكومة في توفير كل عوامل التمكين الاقتصادي والاجتماعي كمان للمرأة الريفية، سواء من خلال التدريب على الحرف اليدوية أو توفير قروض لمشروعات متناهية الصغر اللي بتساعد في تحقيق عوائد اقتصادية للمرأة. سعت القيادة السياسية ضمن برنامجها لرؤية مصر 2030 إلى أن يكون للمرأة دور أساسي في تحقيق هذه التنمية من خلال تمكينها اقتصادياً، خاصة في قرى الريف المصرية. ومن خلال مبادرة حياة كريمة يتم رصد الحرف التي تشتهر بها قرى بعينها ومساعدة المرأة الريفية على العمل في هذه المنتجات التي تشتهر بها هذه القرى، مثل صناعة السجاد والحرير وغيرها من الحرف، مع توفير التدريبات اللازمة لمساعدتهم والمحافظة على هذه الحرف والمنتجات من الاندثار وكذلك زيادة المنتجات، مما يحقق عوائد اقتصادية للمرأة التي إذا توفر لها التمكين الاقتصادي يصبح لديها استقلال اجتماعي وتساعد في زيادة دخل الأسرة ورفع مستوى معيشتها. وقدم بنك ناصر الاجتماعي أكثر من 291 ألف قرض بقيمة 14 مليار جنيه للمرأة المصرية، وذلك بهدف تمكينها اقتصادياً، كما أن النسبة الأكبر من قروض التمويل متناهي الصغر تستحوذ عليها السيدات، باعتبار أن المرأة إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الريفية المنشودة وتحقيق مستقبل مستدام في ظل مبادرة تطوير الريف المصري حياة كريمة. مسألة التمكين الاقتصادي للمرأة مسألة غاية في الأهمية الحقيقة، ويعني كل الدراسات بتقول إنه ده مش بيصب في الآخر في صالح المرأة بس، لا بيصب في صالح الأسرة والمجتمع، لأنه ببساطة إحنا بنخلق شخص قادر إنه يكون مستقل في اتخاذ قراراته، يكون مستقر نفسيا، لأنه مسألة إنه يكون ليا دخل، يكون ليا حرفة، محدش بيتحكم في حياتي، ده موضوع كبير. طيب دلوقتي مش هتقدر نروح لموجز لأهم الأخبار مع ليندا، اتفضلي يا ليندا. من بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكدت مصر أنها تواصل دورها في إيجاد أرضية مشتركة بين الأشقاء الليبيين كافة بهدف مساعدتهم على التوصل إلى رؤية تنفيذية وطنية متكاملة تعالج جذور الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية التي يعاني منها ليبيا منذ عام 2011. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية سامح شكري خلال مؤتمر دعم استقرار ليبيا بالعاصمة الليبية طرابلس، وخلال المؤتمر الذي شهد حضورا دوليا وعربيا واسعا، أضاف شكري أن وجود القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب على أراضي ليبيا يقف حائلا أمام استعادة ليبيا لسيادتها ووحدتها، كما يؤثر سلبا على الأمن القومي لليبيا خاصة وعلى أمن دول جوارها العربي والإفريقي عامة.
وعلى هامش أعمال مؤتمر دعم استقرار ليبيا التقى شكري رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة، وأكد شكري ما توليه مصر من حرص بالغ لدعم الشقيقة ليبيا في إيجاد تسوية سياسية شاملة وتنفيذ مقررات خارطة الطريق التي أقرها الليبيون. كما التقى شكري رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني، وتناولت اللقاءات تطورات الأوضاع في ليبيا والاستعدادات الجارية لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدهما المقررين. وأكد شكري أن الاستحقاق الانتخابي هو خطوة أساسية لعبور ليبيا إلى المستقبل من خلال إتاحة المجال للشعب الليبي الشقيق في التعبير عن إرادته الحرة، مشيرا إلى أن مصر لن تدخر جهدا في دعم استقرار ليبيا بما يلبي تطلعات شعبها. كما أكد شكري ضرورة خروج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا. كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن أن قناة السويس جاءت في المركز الثاني كأهم الشركات اللوجستية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2021، وذلك نتيجة لما يشهده محور القناة من عملية تطوير شاملة في قطاعات الموانئ والمناطق اللوجستية. ويعبر من القناة 12% من حجم التجارة الدولية سنويا، بالإضافة إلى كونها واحدا من أهم المراكز اللوجستية على مستوى العالم. أعلنت وزارة الصحة خروج 819 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 271,792 حالة. وأشارت الوزارة إلى تسجيل 883 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس و46 حالة وفاة. تعامدت أشعة الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بقدس الأقداس داخل معبده بأبو سمبل في ظاهرة تتكرر مرتين كل عام، الأولى في 22 من فبراير والثانية في 22 من أكتوبر، وذلك منذ نحو 33 قرنا من الزمان. وبدأ التعامد في الساعة 5:53 صباحا واستمر لمدة 20 دقيقة حتى الساعة 6:13، قطعت خلالها أشعة الشمس 60 مترا داخل المعبد مرورا بصلة الأعمدة حتى حجرة قدس الأقداس لتسقط أشعة الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني. أما رياضيا فيستضيف الزمالك اليوم فريق تاسكر الكيني في إياب دور 32 من دوري أبطال إفريقيا، وكان الزمالك قد حسم لقاء الذهاب لصالحه بهدف دون رد عن طريق نجمه المغربي أشرف بن شرقي ليضع قدما في الدور المقبل. نهاية موجز الثامنة، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في اول دقائق حلقتنا يعني النهارده عن الحدث الفريد اللي بيحصل في اسوان وظاهره تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في معبد ابو سمبل. معانا دلوقتي على التليفون الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام منطقه اثار اسوان والنوبه، نعرف منه كل تفاصيل احتفال النهارده بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني. صباح الخير عليك يا فندم، ولو تقول لنا كواليس الاحتفال النهارده وازاي استعديتم لهذا الحدث العالمي. صباح الخير يا استاذه هدير، وكل سنه وانتم طيبين، وكل سنه ومصر طيبه وفي امن وامان دايما يا رب. احنا النهارده في عيد الشمس في ابو سمبل. عايز اقول لحضرتك احنا بقالنا بالضبط 3 شهور في استعدادات العمل على قدم وساق في منطقه معبدي ابو سمبل، سواء باعمال الترميم الدقيقه، الاعمال النظافه الميكانيكيه والكيميائيه للنقوش والمناظر داخل المعبدين، تطوير الاضاءه بالكامل، تقليم الاشجار وتهذيبها، موضوع الاناره باللمبات الليد لجميع مداخل ومخارج المنطقة الأثرية،
الاهتمام بالنواحي الأمنية، سواء كاميرات المراقبة، أجهزة تفتيش الحقائب. بالنسبة للطرق المؤدية بالتعاون مع محافظة أسوان المتمثلة في الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل المؤدية إلى المعبدين، ده الحمد لله جنينة ثماره النهاردة. ومن امبارح يمكن من مجرد وصول السادة السفراء، كان على رأسهم معالي الوزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني ومعالي محافظ أسوان، وصلوا امبارح، ودي كانت لفتة طيبة جدا جدا، لأن من خلالهم بنبعت رسالة للعالم كله، بنقول لهم مصر أمنة، مصر بتتخذ كل الإجراءات الاحترازية. الحمد لله رب العالمين، كان في مردود كبير جدا بوجود السفراء من امبارح، كان فيهم زيارة خاصة وكان لهم حضور عرض الصوت والضوء. النهاردة حضروا تعامد الشمس، بالإضافة إلى أكثر من 1500 زائر حضروا الظاهرة نفسها، وده بنعتبره تحدي رغم انتشار فيروس كورونا، لأن الحضارة المصرية القديمة بتتحدى العالم كله. حرص اللي شاهد الظاهرة هو موجود في مكانه، اللي شاهد الظاهرة وجه أصر على أنه يحضر في منطقة أبو سمبل عشان يشوف الظاهرة. الجديد النهاردة كمان أن كانت في شاشات عرض خارج المعبد الكبير عرضت الظاهرة منذ ظهورها في الساعة 5:53 لمدة 22 دقيقة. يمكن كانت جميلة جدا هذه الشاشات، لأن كان كمان قبل الظاهرة الشاشات دي عرضت أفلام وثائقية عن عملية الإنقاذ وعن تاريخ المعبدين وعن الحضارة المصرية القديمة بصفة عامة، فكان في نوع من عدم الشعور بالملل. انت عارف حضرتك بتصطف الناس دي من الساعة 3 صباحا عشان تشاهد هذه الظاهرة بنظام كبير جدا، وكان الحمد لله رب العالمين التنظيم عالي جدا، وكان في مساعدة وتعاون شديد جدا من الجهات المعنية، سواء الجهات الأمنية أو جهات المحافظة. فيعني عايز اقول لحضرتك فعلا احنا النهارده في عيد في ابو سمبل عظيم، وكان في اقبال زي ما حضرتك قلت من السياح، واحنا شفنا ده على شاشات التلفزيون، سواء من الناس اللي قدرت ان هي تروح او من خلال الشاشات اللي كانت موجوده بره، او حتى الناس كانت في بيوتها كانت مهتمه طبعا ان هي تشوف هذه الظاهره المثيره الفريده من نوعها الحقيقه اللي بتحصل مرتين بس في السنه. عايزين نعرف برضو من حضرتك السبب العلمي لده، ايه سبب تعامد الشمس يمكن في البدايه مرتين فقط حضرتك في السنه؟ يمكن سمعت قبل كده عن اراء، او في ناس قالت عيد الميلاد وعيد التتويج، لكن معظم الساده علماء الاثار او علماء المصريات بصفه عامه كلهم اجمعوا على ان ده تنبيه لبدايه الانبات او الزراعه اللي بنسميه في اللغه المصريه القديمه بيرت، واللي هو في شهر اكتوبر 22 اكتوبر اللي كان قبل النقل 21 اكتوبر، يعني قبل 1968 كان 21 اكتوبر، بعد النقل بعد انقاذ المعابد بعد 1968 اصبح 22 اكتوبر، ده بنسميه التنبيه عن فصل الانبات الزراعه نفسها. وبعد كده في 22 فبراير اللي كان 21 فبراير قبل النقل تنبيه عن الحصاد، وكلمة اللي جاي من فصل الشمو اللي جت منه كلمة شم من السمن، يعني ده التفسير الأقرب، وده الأقرب ليه؟ لأن أصلا احنا عارفين ان مصر القديم الزراعة ارتبطت بحاجتين، بالدورة الشمسية وبنهر النيل، والمعبدين موجودين على بحيرة ناصر، يعني كانوا على نهر النيل اصلا في البداية قبل تكوين بحيرة ناصر، يبقى كده ده اقرب منطقيا بالنسبة لينا كعلماء اثار كتفسير علمي مقبول بالنسبة لهذه الظاهرة. عظيم. طيب دكتور عبد المنعم، احنا يعني خلاص في الشتاء، والشتاء موسم اسوان والنوبة، والناس كلها من جوه مصر ومن بره مصر تكون عايزه تقضي ايام في اسوان في الشتاء، لو تقولي يعني الاجراءات الاحترازيه اللي بيتم اتخاذها دلوقتي علشان يعني ندخل على موسم سياحي ناجح باذن الله، وفي نفس الوقت نكون محافظين على كل اجراءاتنا الاحترازيه علشان نطمن الناس يجوا اسوان. طبعا التهديد ده سؤال وجيه جدا، وسؤال يعني انا كنت فعلا محتاج ان انا اتكلم عليه. احنا عندنا تعليمات مشدده جدا لاتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه، وعايز اقول لك النهارده اكبر دليل رغم وجود اكثر من 1500 زائر النهارده الى ان كان في اصرار شديد جدا من اتخاذ الاجراءات الاحترازيه. ما فيش زائر دخل جوه المنطقه الاثريه الا هو بيرتدي الكمامه بتاعته، ماكينات الجل موجوده خارج المنطقه الاثريه، في تعقيم لجميع المناطق الاثريه مفتوحه للزياره قبل وبعد الزياره، في اجهزه قياس درجات الحراره موجوده خارج المواقع الاثريه، بالتعاون مع محافظه اسوان في عربات اسعاف موجوده خارج المناطق الاثريه المفتوحه للزياره تحسبا لوجود اي حالات ارتفاع درجات حراره. فالحمد لله رب العالمين، يمكن ده سبب من الاسباب الرئيسيه بعد الاستقرار الامني لعوده السياحه في مصر. احنا بنبعت رساله من خلال وجود السفراء النهارده وامبارح في ابو سمبل ان مصر امنه رقم واحد، رقم اثنين مصر بتتخذ جميع الاجراءات الاحترازيه، بدليل ان احنا عندنا بعثات اجنبيه الحمد لله بقى لنا شهرين النهارده بدات تيجي على اسوان وبدات تشتغل، ويمكن الشهر ده بالذات بدا اقبال شديد جدا من هذه البعثات اللي بيبعت رساله ثانيه، مش بنقول بس زائرين في اسوان في هذا التوقيت، لا ده في ناس بتشتغل من بره، بعثات مشتركه اجنبيه مصريه بتشتغل في اسوان في هذا التوقيت، ان الكل بيحب اسوان زي ما حضرتك عارفه، بالذات في فصل الشتاء يمكن اسوان مشتى عالمي
بسبب طبيعتها الجميلة بغض النظر كمان عن الآثار والحضارة. لا طبيعة أسوان أصلا طبيعة جميلة جدا بالذات في فصل الشتاء عشان الجو والمناخ المناسب بتاعها. بكل تأكيد يا دكتور الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة. طيب نروح مع حضراتكم الموضوع آخر. بدأت تقارير دولية تتكلم عن أنه في سلالة جديدة من متحور من فيروس كورونا ظهرت في روسيا. السلالة دي ممكن تكون أكثر عدوى من متحور دلتا واللي ظهرت بداية في الهند وبعد كده بقى انتشرت في كل دول العالم. معنا من موسكو دكتور محمود الأفندي أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الورد والياسمين وصباح الفل. يا اهلا بيك يا فندم. ايه حقيقه ظهور سلاله متحوره جديده من كورونا في روسيا؟ يعني الخبراء بيقولوا انه ده كان امر متوقع. طبعا هو السلاله دي اسمها جت من بلات الدلتا، يعني الدلتا عنده دلوقتي 56 سلاله جديده. هذا اهم سلاله التفت الى ظهرت اول شيء في بريطانيا اسمها سموها دلوقتي IY42. السلاله دي تتميز عن بقيه السلالات من ضمن يعني ال 56 سلاله اللي ظهرت مع الدلتا، اللي هي سريعة الانتشار أكثر ب 10 أو 15% حتى الآن. يعني عشان نفسر الكلام ده، يعني إذا كنت المتحور الأول اللي كان هو بعد الكوفيد 19 اللي هو سلالة أوهان الأصلية كان عند الألفا، الألفا كان الشخص يعني الآر أو بالمعدل التكاثر أو عدد الأشخاص، كان سلالة أوهان الشخص بيعدي 2-3 أشخاص، سلالة ألفا الشخص بيعدي 4 أشخاص، الدلتا الشخص بيعدي 6-8 اشخاص، بالسلاله دي IY42 الشخص بيعدي من 9-10 اشخاص، هذا رقم يعني من اعلى ارقام الفيروسات اللي تنتقل عن طريق الهواء والانسان، يعني عفوا الغزاز المائي منطلق من الانسان، هذا شكل شيء خطير جدا. وتوقعات توقعات علماء بتقول يعني بعد فتره السلاله دي حتسيطر على كل دول العالم. يعني دكتور محمود وده يفسر لسه وجود اصابات في روسيا رغم انه يعني في طبعا لقاحات والناس كلها ابتدت تاخد اللقاحات وكثير من دول العالم الاصابات ابتدت تنخفض فيها. شوفي هو المشكله في روسيا مشكله كبيره جدا، يعني عشان ما كان في شيء اخبار عن اللقاحات، يعني لما دخلت الدلتا على روسيا كان في نسبه التلقيح بروسيا ما بتتجاوز 9%، بينما لما دخلت الدلتا على اوروبا كان عندهم 50-60%. ماشي، فعندنا الاصابات دي الكبيره، بالاضافه انه الدلتا بالذات بيعدي الاطفال، يعني كانت السلالات قبل ما تعديش الاطفال، يعني ما في اطفال ما بينصابوش الا نسبه قليله جدا. لكن يا دكتور حديث حضرتك عن اللقاحات وربطه بدلتا هنا يعني تشير الى انه اللقاحات تؤثر في دلتا ايضا. طبعا كل اللقاحات تؤثر في دلتا، لان الدلتا التحور كان فيه بس منطقتين بالبروتين، منطقتين ببروتينات معينه ما بياثر على الجسم المضاد اللي بتنتج على اساسه، يعني اللي على اساسه بتعمل اللقاحات. فعشان كده كل اللقاحات، ولكن الدلتا بسبب انتشاره السريع حتى داخل جسم الانسان بحاجه الى كميات هائله من الاجسام المضاده، يعني نحن بحاجه دلوقتي انه بحاجه لجرعه معززه، يعني الجرعه الثالثه في كل دول العالم مو بس روسيا، يعني عشان القضاء على الفيروس ده. يعني خصوصا السلاله دي عايز اتنبه لها بشكل خاص، الاي 42 هي السلاله دي بتظهر اعراضها بعد يوم او يومين، يعني اسرع بظهور الاعراض، هذا بيعني انه بحاجه الاجسام اكثر مضاده. فنحن بحاجه الى 3 لقاحات 3 جرعات في السنه عشان نوقف السلاله دي. بس كمان بنفس الوقت العلماء دلوقتي بيشتغلوا على حاجه ثانيه، انه لازم نعمل لقاحات لكل السلالات، يعني لازم نسوي لقاحات زي الانفلونزا، يعني ندخل كل السلالات زي الانفلونزا، يعني مثلا الانفلونزا اللقاح عند 52 فيروس بيدخل فيها كل السلالات وبينعطى لقاح واحد لكل السنه. عشان كده العلماء بيشتغلوا دلوقتي انه انتج لقاح لكل السلالات دلوقتي. لكن هم حتى هذه اللحظه يا دكتور كل العلماء والخبراء بيقولوا انه اللقاحات الموجوده بتكافح كل هذه السلالات الموجوده، هل ده شيء مطمئن لانه مهما ظهرت من سلالات جديده فاللقاحات اللي موجوده حاليا بتعمل ضدها؟ طبعا اللقاح حتى الان السلالات، يعني حتى الان سلالات ما عم تتغير في الجسم المضاد، ولكن احنا متوقعين حيتغير، يعني هي عاجلا اجلا رح تحصل، يعني خلينا نكون صريحين 100%. يعني هيجي الوقت يا فندم هيجي الوقت اللي هيكون فيه سلاله اللقاح مش شغال ضدها، مش فعال، مش اكيد هي شغله طبيعيه بعلم الفيروسات، شغله طبيعيه انه حتظهر سلاله، ولكن عاجلا اجلا ما نعرفش دلوقتي امتى، يعني الحمد لله ما فيش، ولكن حتظهر
فعشان كده العلماء وكل الدول العالم، علماء دول العالم بيحضروا نفسهم على سلالة جديدة عشان انتجوا لقاح جديد. فالان بنعمل يعني كل المخابر ودول العالم بتعمل على انتاج لقاح يعني نسبه الفيروس، فيكون اي بس ظهر السلاله الجديده تكون انتجين لقاح، يعني اهم شيء الحامل والبروتينات الفيروس اللي حينتج راسيا. لازم تراقب كل سلاله جديده تطلع، لازم تراقب عن كثب زي السلاله اي واي 42، لازم تتراقب كل سلاله اذا تغير اي حاجه يمكن انتج لقاح جديد عليها. ولكن شيء طبيعي بالفيروسات، هذا شيء طبيعي انه تغير نفسها بشكل كامل. فعم نتوقع يعني انه بظرف يمكن 6 اشهر او سنه تظهر سلاله جديده، يمكن بكره تظهر. ولكن الحمد لله رب العالمين انه في تحضير، يعني في تحضير للعمليه دي، وهيكون انتاج اللقاحات اسرع من انتاج اللقاح الاول اللي كان بعد حوالي 6 اشهر و8 اشهر من ظهور الكوفيد 19. عظيم. من موسكو كان معنا الدكتور محمود الافندي، استاذ علم الاحياء الدقيقه بالاكاديميه الروسيه. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معنا. طيب نروح لموضوع آخر، ومع الإرادة والتحدي مفيش حاجة اسمها مستحيل. معانا قصة 2 من مرضى ضمور العضلات قدروا ان هم يحققوا طموحاتهم ويتعينوا كمان معيدين في الجامعة. محمد عمر معيد بكلية الحقوق، ويارا نبيل معيدة بكلية التجارة. زميلنا أحمد الحسيني عمل لنا هذا التقرير، خلينا نشوفه ونرجع لحضراتكم مرة تانية. العزيمة والإصرار والتحدي، ثلاث عناصر تصنع النجاح. قصة مؤثرة شاهد عليها حرم جامعة الزقازيق، 2 معيدين من ذوي الهمم، المعيد محمد عمر كلية الحقوق، والمعيدة يارا نبيل كلية التجارة. الطالبة يارا نبيل عبد الله دخلت كلية تجارة جامعة الزقازيق سنة 2016، وكان حلمها إنها تكون معيدة، وفعلاً بعد 4 سنين قدرت تحقق الحلم دوت. هنتعرف على قصة نجاحها مع المعيدة يارا نبيل عبد الله. أهلاً بيكي، وإحساسك إيه بعد ما حققتي حلمك؟ أنا يارا نبيل عبد الله، معيدة كلية تجارة جامعة الزقازيق. دخلت كلية تجارة في سنة 2016، كنت فرحانة جدا مع ان كان في خوف من رعبة الموضوع، انك هتبقى لوحدك ومرحلة جديدة. كان حلمي ان انا اتعين في كلية، حاولت على قد ما اقدر ان انا اشد حيلي، ومن اول سنة الحمد لله طلعت اولى دفعتي، وخلال 4 سنين الحمد لله كنت اولى دفعتي. والدكتور هلال فعلا بلغني بعد 4 سنين ان انا الاولى، مش بس على القسم بتاعي، انا الاولى على الدفعة كلها. وده كان خبر ساعتها من كتر سعادتي بيه وفرحتي بيه ما كنتش مصدقه، يعني حاسه ان انا بحلم، هصحى دلوقتي اكيد ده مش حقيقي. كان خوف من الحلم ما يتحققش مش مخلينيش اصدق ان الحلم وصلت له. بعد التعب ده كله وبعد المجهود اللي عملته كله، مجرد ما وصلت للحلم نسيت كل تعبي، وفرحتي كبيره جدا. لو كلمنا كمان عن بعد ما عرفتي ان انت اتعينتي او بالفعل اتعينتي، كان احساسك ايه، وايه الرساله اللي تحبي تقوليها لكل ذوي الهمم؟ احساسي ساعتها كان لا يوصف، ان انت قدرت تثبت اللي انت عايزه. كان حلمي في الاول ان انا اتعين، مش بس لمجرد التعيين او ان انا اوصل لكده، كان حلمي ان انا اتعين عشان اثبت ان الاعاقه عمرها ما كانت اعاقه جسد، اعاقه على طول، اعاقه عقل وفكر. كنت حلمي ان انا اثبت ان ذوي الهمم مش عالة على المجتمع، بالعكس هم شخص مفعل ومؤثر في المجتمع زيه زي اي شخص صحيح. كان حلمي كمان ان انا اثبت ان احنا مش بس بنقدر نتفوق في المجالات الرياضيه، احنا بنقدر نتفوق في كل المجالات، سواء صحيه او تعليم او كل حاجه، والرياضه مش بس، يعني معظم الرموز ذوي الهمم اللي بتظهر بتبقى رياضه او كده. فانا كنت حابه اثبت ان احنا نقدر نشارك في اي مجال وفي كل مكان، مش بس الرياضه. فمجرد ما وصلت للحلم ده كان عندي سعاده لا توصف. عايزه اقول لذوي الهمم، مش بس ذوي الهمم، لكل شخص، اي حد عنده حلم يسعى ليه ويدور عليه. الحلم موجود عشان نتعب ونجتهد، سواء اتحقق او ما اتحققش. ان ممكن واحد يحلم حلم ما هوش قده، او طموحه بقى جايب حلم اكبر منه، ما يزعلش انه ما اتحققش، لان ده ما كانش الطريق الصح اللي هيقدر يبدع فيه. بالعكس، هو ممكن يكون ما اتحققش عشان يفتح لك طريق تاني احسن لحلم جديد، وحلم تقدر توصل له اسرع وتقدر تبدع فيه، ويكون هو ده المجال اللي مكتوب ليك. يعني كلميني اكتر عن الحاله بتاعتك، وازاي قدرتي تتغلبي عليها طوال فتره الدراسه. أنا مصابة بمرض ضمور العضلات، هو مرض وراثي.
أعراضه بتأثر على الحركة والأطراف الأربعة، بس ما بتظهرش في بداية السن، فهي بتظهر تدريجيا مع العمر وبتزيد مع العمر. فأنا لحد سن 11 سنة كانت حركتي طبيعية، بجري وبلعب حياتي زي أي طفل. لحد سن 11 سنة بدأت حركتي تقل، بدأ يبقى عندي صعوبة في الجري وفي طلوع السلم، بدأ الأعراض تظهر عليا. فوالدي ووالدتي تعبوا معايا بصراحة واكتشفنا كتير ورحنا مستشفيات كتير لحد ما اكتشفت إن عندي ضمور في العضلات، وهو مرض وراثي ملوش علاج حاليا لحد دلوقتي. لحد تدريجيا ما عدت على كرسي متحرك حوالي من 8 أو 9 سنين. في الجامعة كان عندي صعوبة في إن أنا لازم حد يبقى معايا مرافق أو حد يساعدني مثلا في طلوع في نزول في حاجة محتاجاها، كان عندي صعوبة في كده. بعد ما دخلت الكلية تعرفت على أصدقاء جديد، كون صداقات جديدة، ولقيت الموضوع بدأ يبقى كويس، بدأ الخوف والرهبة اللي كانت عندي في البداية تقل، بقى في دايما حد معايا، عميد الكلية دايما كان في ظهري وكان دايما أي مشكلة بتواجهني كنت بلجأ له. دكاترة لقيتها متعاونة ومتفاهمة جدا، أي حاجة بلجأ لهم بيحلوها لي، فلقيت الموضوع كان سلس أكتر. المجهود البدني كان صعب شوية، بس كان كله في وصولي لحلمي كان بيبقى سهل. قصة نجاح ملهمة تانية مع المعيد محمد عمر، المعيد بكلية الحقوق جامعة الزقازيق. أستاذ محمد أهلا بيك وصباح الخير، وكلمنا عن قصة نجاحك، إزاي قدرت تحقق حلمك؟ هو يعني صعب إن أنا أقول يعني شيء محدد إزاي حققت حلمي، بس في البداية إن أنا كان عندي ثقة في الله ويقيني إن شاء الله بدل بعمل اللي عليا إن شاء الله ربنا هيحقق لي كل أحلامي. كلمني عن حالتك وإزاي قدرت تتغلب على الصعوبات والتحديات في الدراسة والتفوق لغاية ما أصبحت معيد في كلية الحقوق. أنا مصاب بمرض ضمور العضلات من نوع دوشن ديستروفي، ده غير النوع الشوكي. الأعراض بتظهر من سن 4 لـ6 سنين عن طريق ضعف في الحركة، كانت الحركة بتاعتي أضعف من زمايلي، بدأت الحركة تضعف تدريجيا لأن ما استخدمت الكرسي المتحرك. وأنا في سنة أولى إعدادي كنت بقدر أكتب بنفسي، لأن سنة ثالثة ثانوي بعد كده فقدت القدرة على الكتابة. في الدراسة في الجامعة كانت أثناء الامتحانات الجامعة بتعين لي مرافق يصاحبني في الكتابة، لعد ما الحمد لله تخرجت سنة 2020 بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، كنت من الأوائل على الكلية كلية الحقوق جامعة الزقازيق. إذا حبيت توجه كلمة شكر توجهها لمين وتقول لهم إيه؟ الشكر طبعا لله إنه أكرمني وأكرمني بأهل سعوا معايا وكانوا واقفين ورايا دايما ومش قصروا فيه أبدا، وكان لما حد يقول لهم هو ليه تعلموه هو معاق هو يروح فين، لا هم كملوا معايا المشوار للآخر. فالشكر لله، والشكر لوالدي ووالدتي وأسرتي وأي حد وقف معايا، والشكر طبعا لأساتذتي في الكلية إن هم ما قصروش معايا، كانوا بيعاملوني كأخ ليهم أو كابن ليهم، فأنا بشكرهم وبشكر كل حد في جامعة الزقازيق، ممثلين في الأستاذ الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة اللي مكتبه مفتوح لنا دايما، وكلية الحقوق ممثلة في الأستاذ الدكتور ممدوح المسلمي عميد الكلية برضو اللي مكتبه مفتوح لنا دايما، وكل عضو في أعضاء التدريس وكل موظف في الكلية. يعني ما فيش حد اتعاملت معاه في الجامعة إلا وكان يعني بيعاملني أحسن معاه. أنت كمان تم تكريمك سنة 2018 من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمني عن التكريم ده وكان شعورك إيه وقتها؟ طبعاً كان شعور عظيم بالفخر، بس في نفس الوقت المسؤولية إن أنا بعد ما اتكرمت من سيادة رئيس الجمهورية لازم أستمر في مسيرة التفوق والنجاح. التكريم كان في سنة 2018 عامل معقين، ده إداني حافز ودافع كبير إن أنا أكمل مسيرة التفوق والنجاح. فأنا بشكر سيادته على التكريم وبشكر سيادته على اهتمامه بمرضى ضمور العضلات وتوجيه سيادته إن الدولة تتحمل نفقة العلاج لمرضى ضمور العضلات، إن الدولة المصرية توفر أغلى علاج في العالم لأطفالها، ده شيء عظيم بيثبت ويؤكد إن أغلى ما في مصر هو الإنسان، وإن ده شعار الجمهورية الجديدة، أغلى ما في مصر هو الإنسان. فأنا بشكر سيادته وبتمنى له مزيد من التوفيق والتقدم والإخلاص في خدمته لشعبه وبلده. في النهاية يا أستاذ محمد، إيه الرسالة اللي توجهها لكل طالب خاصة طلاب من ذوي الهمم، رسالة مشجعة ومحفزة على النجاح تقول لهم إيه؟ رسالتي لأي حد من ذوي الهمم، شعارك دايما لازم يكون أنا معاق إذن أنا متميز أنا مبدع أنا قادر، فإعاقتي سر تميزي، إعاقتك ليست شيء تخجل منه وإنما دافع وحافز إنك تحقق كل أحلامك بالرغم من كل التحديات والصعوبات.
نرحب برئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عثمان شعلان. دكتور عثمان أهلا بيك وصباح الخير. صباح الخير وأهلا بحضرتك وعلى السادة المشاهدين كلهم. كلمنا في البداية عن قصة تفوق ونجاح محمد ويار. هو طبعا الفضل الأول بيرجع ليهم هم. هم عندهم عزيمة، عندهم إصرار إن هم يتغلبوا على الإعاقة اللي فيهم. دور الجامعة إن هي بتساعد وبتحتضن وبتسهل الأمور، بتسهلهم كل العقبات، بتدفعهم، وده في ضوء اهتمام الدولة وتكلفات السيد الرئيس الجمهورية. عافناهم من كل الرسوم الدراسية، فعشان إن شاء الله ينطلقوا ويبقى فعلا إضافة متميزة زي ما احنا شايفين في النموذجين اللي احنا شايفينهم النهاردة اللي هم محمد ويارا، ودي حاجة بنفتخر بيها في جامعة الزقازيق لأبنائنا اللي موجودين معانا النهاردة. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع فاصل، هنرجع من بعد ونكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر، ابقوا دائما معنا. اهلا بحضراتكم مره تانية بعد الفاصل. دلوقتي ناخد حضراتكم نروح سريعا الى طنطا في محافظه الغربيه ونشوف المنطقه التجاريه واللوجستيه هناك اللي خلاص اوشكت على الانتهاء بنسبه 100%. مستهدف انه يتم افتتاحها بالكامل قبل شهر نوفمبر اللي جاي، ودي اول واكبر منطقه خدمات تجاريه ولوجستيه بيتم اقامتها في المحافظات، تكلفتها الاجماليه بتتخطى الست مليارات جنيه. زميلنا محمود جميل عمل لنا هذا التقرير، خلينا نروح نشوفه ونرجع لحضراتكم مره تانية. من أهم المشروعات التنموية اللي بتتنفذ في أي محافظة هي المشروعات الاستثمارية الاقتصادية اللي مش بس بتنعش اقتصاد المحافظة لكن كمان بتوفر فرص عمل لأبنائها وأبناء المحافظات المجاورة، وده اللي بيتم هنا بالظبط في أول منطقة تجارية لوجستية في مدينة طنطا بمحافظة الغربية وفي إقليم الدلتا بشكل عام. 82 فدان هي مساحة المشروع اللي هيوفر حوالي 50,000 فرصة عمل. لأول مرة هنشوف منطقة ترفيهية تجارية وكمان صناعية، وفي مفاجآت تانية كتير تعالوا بينا نعرفها. لسه مكملين مع حضراتكم في أكبر منطقة تجارية لوجستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية. يسعدني دلوقتي أن أنا رحب بضيفي العزيز المهندس ياسر مصطفى الاستشاري بالشركة المطورة للمنطقة التجارية اللوجستية. أهلا بيك يا باشمهندس، صباح الخير، وبرحب بيك طبعا في برنامج صباح الخير يا مصر. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا وبالتلفزيون المصري وببرنامج صباح الخير يا مصر في المنطقة التجارية اللوجستية بالغربية. اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. اهلا وسهلا بحضرتك. يمكن حضرتك كنت بتقول لي من شويه هي منطقه تجاريه لوجستيه، عايزين نوضح للساده المشاهدين يعني الفرق ما بين التجاريه واللوجستيه، وان هنا المنطقه بتتميز بان هي منطقه تجاريه لوجستيه. المنطقه التجاريه اللوجستيه تابعه لوزاره التموين والتجاره الداخليه، متمثله في جهاز تنميه التجاره الداخليه. أراضي يتم طرحها لوجستية فقط، ودي تعتبر كمخازن فقط، وفي أراضي بيكون فيها لوجستية تجارية بفعل الأنشطة التجارية، تجمع ما بين النشاط التجاري والنشاط اللوجستي، وده اللي موجود عندنا في المنطقة اللي احنا واقفين فيها في الغربية. المنطقة هنا الحقيقة يعني مليئة بالخدمات اللي تم الانتهاء منها طبعا والجاري العمل على إنشائها. يمكن احنا موجودين دلوقتي واحنا بنستعرض مع حضرتك طبعا دلوقتي هي الأعمال الإنشائية اللي بتتم، فلو حضرتك تضعنا في ايه هي الأعمال الإنشائية الجاري العمل على تنفيذها دلوقتي. بالفعل يا فندم، المنطقة على مساحة تقريبا 83 فدان، منها ما تم الافتتاح منه فعليا. عندنا المول التجاري تم افتتاحه، عندنا مناطق تجارية تم افتتاحها، عندنا المرحلة الأولى من نادي ماتريكس تم افتتاحه، وإحنا واقفين حاليا كده اللي جايب ورانا الكاميرا المرحلة الثانية من نادي ماتريكس بيتم الانتهاء منها. فيها ده أكبر نادي في الدلتا على مساحة تقريبا 15 فدان، تم الانتهاء من المرحلة الأولى وافتتحت من خلال سنة، وجاري حاليا العمل في المرحلة الثانية ويتم الانتهاء منها في خلال شهر تقريبا.
فيها حمامات السباحة، فيها مبنى أكاديميات متخصصة، وفيها ما يميز هنا متماشيا مع محافظة الغربية، معمول مبنى خاص بالسيدات، كل العاملين فيه سيدات، وده العمل جاري فيه على قدم الوساق. في عندنا مبنى طبي متكامل اللي احنا شغالين فيه برضو تحت الإنشاء حاليا، في مبنى إداري متخصص شغالين فيه حاليا، ونسبة الإنجاز تقريبا 85% ل90% من الأعمال. إيه اللي بيتم هنا بقى يا باشمهندس؟ يعني احنا شايفين في حمامات سباحة، في مسرح تقريبا هيكون موجود، بالإضافة أكيد لبعض المباني. احنا عندنا هنا 5 حمامات سباحة، وفي حمام سباحة مستقل للسيدات في خاص في مبنى السيدات. هنا في أنشطة مختلفة، في مبنى الأكاديميات، في أكتر من كذا أكاديمية موجودة، وفي أكتر من نشاط رياضي من أكبر المبنى الأكاديميات الموجود في مصر حاليا المبنى، وإن شاء الله نشوفه برضو مع حضرتك على الطبيعة. بما أننا بنتكلم عن الأعمال الإنشائية اللي بتتم دلوقتي يا باشمهندس، ويمكن تقريبا كل موقع موجود فيه عمال بيشتغلوا، فلو تكلمنا عن العمالة الشغالة هنا طبعا، والعمال ويمكن الورديات اللي بيشتغلوا فيها في المشروع هنا. هو على وجه العموم المنطقة بتوفر 50,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. الأعمال اللي بتتم في النادي احنا شبه ال 24 ساعة شغالين، الجدول الزمني عندنا بيتحط بالساعة مش بيتحط في اليوم. في كل الأعمال المتخصصة هتلاقي الشركات المتخصصة شغالة فيها، وزي ما احنا شفنا الأعمال منتهية في الحمامات السباحة وجري العمل في اللاندسكيب وكافة الأعمال المتخصصة. يمكن المميز هنا كمان يا باشمهندس ان فرص العمل في الاعمال الانشائيه وكمان ما بعد الانتهاء من الاعمال الانشائيه، سواء بنتكلم على النادي، على المول، على المنطقه الترفيهيه اللي موجوده، ففرص العمل موجوده في مختلف المواقع. بالفعل يا فندم، زي ما احنا شايفين العمال اللي شغالين في المواقع الانشائيه والشركات البنائيه شغاله، بنجد في النادي نفسه شغاله ناس طبعا على اللي احنا عارفين المرحله الاولى من النادي مفتتحه منذ سنه، ففي ناس شغاله فعليا. عايز اسال حضرتك عن اهم ما يميز المنطقه هنا من الشكل الهندسي، سواء بنتكلم بقى على المرافق الخاصه طبعا بالمنطقه او شبكه الطرق، فلو حضرتك تضعنا في الصوره كامله فيما يتعلق بالشكل الهندسي. ده سؤال جميل جدا يا فندم. اهم ما يميز المنطقه التجاريه اللوجستيه بالغربيه ان ليها محطه صرف مستقله، ليها خط مية مستقل، تم عمل موزعات كهرباء مستقلة بيها برضو بقدرات تكفي المنطقة. أهم ما يميز المنطقة إحنا عندنا وصلة الطريق الدولي، هي ظاهرة معنا في الخلف، وصلة الطريق الدولي دي بتربط المنطقة التجارية اللوجستية بالطريق الدولي، ودي جاري العمل فيها حاليا على قدم الوساق، وان شاء الله في خلال شهر تبقى خلصانه برضو يا فندم. بنسابق الزمن علشان يتم الانتهاء من الاعمال الانشائيه الموجوده؟ في خلال شهر ان شاء الله يكون الطريق خلصان، وتكون المرحله الثانيه من النادي خلصانه، ودايما ان شاء الله يعني في مزيد من التقدم والرقي لمصر كلها كده باذن الله. من أهم أسباب وجود المنطقة التجارية اللوجستية الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية والتابعة لوزارة التموين هي توافر المناخ الاستثماري المناسب وعوامل جذب المستثمرين. تفاصيل أكتر عن المشروع وعن المفاجآت اللي احنا حابين نعرفها طبعا، خلونا نرحب بضيفي العزيز المهندس أشرف دوس، رئيس مجلس إدارة الشركة المطورة للمنطقة التجارية اللوجستية. صباح الخير على حضرتك يا باشمهندس، وأهلا بيك في برنامج صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا أستاذ محمود، وأحب أرحب بوجودك النهاردة في المنطقة اللوجستية، وجود معانا برنامج صباح الخير يا مصر، برنامج مشرف وبرنامج عريق. شكرا لحضرتك يا باشمهندس. يمكن خليني أبدأ مع حضرتك عن أهمية المنطقة التجارية اللوجستية في مدينة طنطا، وأهم المراحل اللي مر بها المشروع. المشروع كمنطقة لوجستية على مساحة 83 فدان تقريبا، زي ما قلنا أنه هو تعدد الأنشطة فيه هو ما يميزه. كلمنا كتير قوي عن المشروع نفسه، هيوفر 50,000 فرصة عمل. كلمنا عن الستاندرد نفسه بتاع المنطقة اللوجستية، هي بتساعد ازاي المواطن الغربية والمحافظات الجنبية. طبعا هو بتأثير المنطقة اللوجستية هو تعديل او بتساعد التجارة الداخلية ان هي تتحول من تجارة داخلية عشوائية
تجارة داخلية بستاندرد زي البلاد المتقدمة والناجحة في اللوجستيات. حابب أتكلم عن المراحل يا باشمهندس، يعني كل مرحلة إيه الخدمات اللي موجودة فيها وهل تم الانتهاء منها ولا لأ، ووصلنا لحد فين دلوقتي بحجم الإنشاءات أو التنفيذ اللي موجود داخل المشروع؟ المنطقة اللوجستية متكونة من ثلاث مراحل. أول مرحلة كانت في 2019 خلصنا أول مرحلة وكان الميجا مول، وتم يعني كل شغل الكونستراكشن فيه، تم الافتتاح بقى ان اوبريشن، توفير الوظائف اللي وعدنا بيها اتحققت. المرحلة الثانية كانت لوجستية أكتر وفيها لوجستية الأدوية اللي هي من أهم العوامل أو الفاكتورز اللي موجودة في المشروع عندنا، لأن إحنا بنحول من لوجستية أدوية كنا متعودين عليها على كمية مخازن صغيرة في أماكن مختلفة لمنطقة لوجستية أدوية تبقى جزء من برنامج الدولة، إن هو يبقى في لوجستي جوه المحافظة ويبقى على نتورك مع لوجستيات برا المحافظة. والمرحلة اللي بعديها إنه يطلع من يعني الدولة للدول المجاورة. فدي أول خطوة وتعتبر أول تجربة منطقة لوجستية ممكنة بالستاندرد العالمي. إن شاء الله زي ما وعدنا إن المرحلة الثانية بتخلص آخر السنة دي، على آخر ديسمبر السنة دي، ونبتدي في المرحلة الثالثة اللي هي 2022 بقية النشاطات والزونز الموجودة في المنطقة اللوجستية عشان تبقى منطقة متكاملة. وإحنا كان هدفنا إن هو يبقى نموذج، زي ما قلنا دايما بنقول مش بس المنطقة اللوجستية، النهاردة بنقول لا إحنا هنعمل، لا إحنا عملنا ونفذنا، يعني استفادت بيها أهالي الغربية، وإن شاء الله تبقى نموذج يتكون ويحصل تاني في كل محافظات القاهرة. بمناسبة الاستفادة أهالي الغربية طبعا من المشروع، يمكن احنا موجودين في النادي الرياضي وشايفين طبعا الأعضاء أو حتى الجماهير والمواطنين اللي موجودين داخل النادي يمكن مبسوطين طبعا بالتجربة. حابب أتكلم مع حضرتك من النقطة دي عن الخدمات اللي موجودة واللي بتقدم للأعضاء أو لأهالي الغربية من المنطقة التجارية اللوجستية، يعني لو بنتكلم على الخدمات الترفيهية، لو بتتكلم طبعا على وجود بعض المطاعم والكافيهات داخل النادي، أهم الخدمات يا فندم لو حضرتك تكلمنا عنها. يعني هو طبعا من أهم مميزات المشروع هو توفير الوظائف للأهالي الغربية. غير كده طبعا المنطقة كانت محتاجة لمناطق تجارية، نقدر زي ما احنا عندنا زون مثلا متخصص بالمناطق التجارية اللي هي من المصنع للمستهلك أو للمواطن، طبعا ده بيعادل سعر معتدل جدا للمواطن ان هو يقدر يستفيد بيه، سيستم مختلف وستاندرد مختلفة. ده موجود إن شاء الله جزء من نهاية المرحلة الثانية هيقدر يشوفها المواطن ويقدر يستفاد بيها. طبعا الجزء الاجتماعي ده مهم جدا، احنا مش يعني هدفنا في المشروع ان احنا بنطلع مباني بستاندرد بمواصفات هندسية ممتازة، لا احنا كل زون او كل فاكتور موجود في المشروع ده وراه هدف اجتماعي واقتصادي، وده احنا يعني بنحس بيه ان هو ده النجاح فعلا، مش النجاح ان انا ابني مشروع بستاندرد بشكله حاجة جميلة جدا، لا انا كل فاكتور في المشروع ليه بعد اجتماعي واقتصادي، وانا يعني مهتم جدا ان يبقى اهالي محافظة الغربية هم المستفيدين الاساسيين من المشروع. مش معنى كده ان احنا بنختصر على اهالي الغربيه، اللي اكتشفناه بعد ما فتح المرحله الاولى او جزء من المرحله الثانيه ان جالنا جذب من حوالي 10 محافظات حوالين المحافظه الغربيه. اذا الاستفاده مش مقتصره على محافظه الغربيه فقط؟ لا، هو طبعا نقدر نقول اول ناس يعني اول ناس نقدر نقول اول ناس
بتاخد نتائج المشروع هي محافظة غربية، بس في حوالي 10 محافظات، لأن المسافة اللي ما بين المحافظات دي والغربية حوالي نص ساعة 45 دقيقة، فده إدى فرص تانية من محافظات تانية أنها تستفاد من المشروع. إن شاء الله نوصل لمستقبل أفضل يليق بمصر وبشعب مصر. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة الشركة المطورة للمنطقة التجارية اللوجستية، شرفتنا في برنامج صباح الخير يا مصر، شكرا جزيلا. شكرا أستاذ محمود، شكرا. طبعا الحديث عن كورونا ولقاحات كورونا مستمر، وخصوصا مع فصل الشتاء كمان يعني بتتجدد الاصابات اللي ما بنبقاش عارفين هي كورونا ولا نزله برد وازاي نتعامل معاها. خلينا نرجع لحديثنا عن اللقاحات. دول كتير في العالم بتتكلم دلوقتي عن جرعه تعزيزيه، او بمعنى صح جرعه ثالثه، وده علشان نواجه الموجات الجديده اللي بتحصل من فيروس كورونا، وكمان نقدر ان احنا نصمد قدام المتحورات الجديده من كورونا. عايزين نعرف اكتر عن مساله الجرعه التعزيزيه دي ولاي مدى هتؤثر، ومين هم الناس المستهدفين بالجرعه التعزيزيه. خلينا نرحب بضيفنا من روما عبر زوم، الدكتور فؤاد عوده رئيس الرابطه الطبيه الاوروبيه الشرق اوسطيه. صباح الخير عليك يا دكتور، ويعني لو تقول لنا مساله اهميه الجرعه التعزيزيه او الجرعه الثالثه، ويعني هل هي ليها ضوابط معينه من ناس معينه هتاخدها، ولا فئات عمريه معينه مستهدفه الاول، او مثلا الاطباء؟ يعني اتفضل حضرتك قول لنا اكتر عن مساله الجرعه التعزيزيه واهميه الحصول عليها. ايه صباح الخير، صباح الخير للجميع، وبرنامج صباح الخير يا مصر. سؤال مهم وجوابه نقطتين. اولا بالنسبه للجرعه الثالثه، الجرعه الثالثه هي موجودة في الدول اللي عندها حملة التطعيم متقدمة، وفي فئات اللي بدأت تأخذ الجرعة الثالثة مثلا في إيطاليا في أوروبا، اللي المسنين أزيد من جيل 80 سنة، اللي عندهم أمراض مسنين مهمة مثل السكري، السرطان، أمراض جهاز المناعة، وفي ناس في اللي موجودين في المراكز الطبية المسنين، وكانوا هذولا مثلا في إيطاليا وفي أوروبا وخصوصا في إيطاليا في ميلانو الفئة اللي أصيبوا بكثير، لأنه كان الانتشار الفيروس بينهم كثير، لأنه بنعرف جهاز المناعة عندهم أضعف. والفئة الثالثة الأطباء والعاملين في مجال الصحة، هاي مفيدة بالنسبة للتطعيم وتقوية التطعيم ضد الفيروس وضد جميع السلالات اللي وصلنا اليوم تقريبا أزيد من 55 سلالة، نتكلم عن 18 سلالة بشكل أزيد. هاي بالنسبة لل الجرعة الثالثة أو الجرعة التعزيزية للفئات اللي طرحناها. عظيم. طيب بالنسبة للنقطة الثانية المهمة، وإذا سمحت لي، إنه في الدول في العالم تقريبا وصلنا ل 40% من التطعيم، 3% في أفريقيا، في إيطاليا وأوروبا وتقريبا من 75 ل 80% التطعيم. يعني حسب رايي الجرعه الثالثه صعب نتكلم عنها في كل الدول، وين ما التطعيم لهسه اقل من 5%، كثير من الدول اقل من 10%، وبين العاملين في مجال الصحه تقريبا اقل من 40%. صحيح، مظبوط كلام حضرتك، لكن بنتكلم في حال توفر الجرعه الثالثه. لو حد مثلا دكتور خد الجرعتين من لقاح معين، امتى ياخد الجرعه الثالثه؟ وهل من الضروري ان تكون الجرعه الثالثه من نفس اللقاح اللي هو خد منه جرعتين؟ حسب بالنسبه لهي السؤال، في لازم احترام البحوث الطبيه والصحيه، مع انه في دول كثير يسووا اختلاط
ليش؟ لأنه كان عندهم أزمة كمية لقاحات متوفرة. عادة أفضل أنه الواحد يأخذ اللقاح أو نفس اللقاح في التطعيم، الجرعة الأولى والجرعة الثانية، وبنعرف جونسون فقط جرعة واحدة، وبعد من خمس أشهر لا تقريبا سنة، خلال هاي الفترة بيقدر الواحد يأخذ الجرعة الثالثة. بس أنا بفضل إنه كثير من الأشخاص اللي عندهم يعني احتمال إنه يأخذوا الجرعة الثالثة يعملوا فحص الدم، مش الكل بس خصوصا الأشخاص اللي عندهم أمراض مسنين مهمة، عشان يعرفوا كم هي كمية الأجسام المضادة اللي كونها جسم الإنسان. ليش؟ لأنه بنعرف إنه كل جسم يختلف عن الجسم الثاني، وكل شخص يختلف عن الشخص الثاني، وكمية الأجسام المضادة مش نفس النسبة في كل الأشخاص. طيب دكتور فؤاد، لكن كنا بنتكلم دلوقتي وحضرتك بتقول عن جونسون هو أصلا جرعة واحدة، فمسألة الجرعات التعزيزية بالنسبة للقاح هو أصلا يعني التطعيم وجرعة واحدة، الناس اللي أخذت جونسون هنا وضعها إيه؟ نفس الإشي يعني كل اللقاحات. لما نتكلم عن الجرعة الثالثة للفئات اللي طرحنا خصوصا الثلاث فئات المهمة، أنا حسب رأيي الجرعة الثالثة بالنسبة لهم هسه حاليا مش وارد إن نعطي الجرعة الثالثة للجميع. نعطي الجرعة الثالثة للفئات اللي طرحنا أسميهم، وحسب رأيي فايزر ولا موديرنا ولا جونسون جونسون، في العالم تقريبا 17 لقاح، بقول تقريبا لأنه في كثير من اللقاحات الجديدة اللي قدموا طلب عشان الترخيص، بس من 17 لقاح اللي موجودين في العالم بنعرف انه في عنده تغطية او مناعة نسبة تختلف لقاح عن لقاح. عشان هيك حسب رأيي هنا النقطة لا تتعلق باللقاح، تتعلق بالشخص نفسه. يعني وإذا الشخص عنده أمراض مهمة، سرطان، أمراض جهاز المناعة، السكري، وخصوصا الأشخاص اللي بيشتغلوا صاحبين المهن الصحية، الأطباء الممرضين اللي بيشتغلوا في أماكن خطيرة بالنسبة للانتشار، مثلا غرف الإنعاش، مراكز المستشفيات اللي فيها كثير من المصابين أو الأجسام. هنا في إيطاليا في عنا أجسام متخصصة لمصابين الكوفيد، عشان هيك هدول الأشخاص لازم نعطيهم اللقاح والجرعة الثالثة لسببين: حمايتهم، وفي نفس الوقت مقاومة الانتشار الفيروس منهم للمصابين. طيب دكتور فؤاد، أحد الأشياء المروعة في وباء كورونا أنه الناس مش بتصدق كل الكلام اللي بيجي من العلماء، والعلماء والخبراء بيأكدوا بيقولوا أن ده هدف متحرك مش هدف ثابت بنتعامل معاه مع كل ما يستجد في الفيروس لأنه جديد على العالم كله. في كلام طلع بيقول أنه الجرعة الثالثة التعزيزية دي من الممكن أن تؤثر على إضعاف جهاز المناعة، هل الكلام ده صحيح؟ لا، حسب رأيي لا. ليش؟ بنعطيها للأشخاص اللي عندهم الجهاز المناعة ضعيف. يعني للأسف أنا متفق معك، يعني من بداية الوباء وأنا يعني يوميا بالإعلام الأوروبي الإيطالي العربي، في عنا نوعين من الإعلام: إعلام عنده أسس طبي وعلمي وبدون أي أهداف اقتصادية وسياسية. عظيم. مثل ما قاعدين مثل رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا دلوقتي يا فندم. دلوقتي نروح لموجز الأهم الأخبار مع ليندا، تفضلي يا ليندا. شكرا شاذلي. 9 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شدد البيان الختامي لمؤتمر دعم استقرار ليبيا على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لبناء الثقة من أجل عقد الانتخابات الوطنية بشكل نزيه وشفاف وجامع في 24 ديسمبر،
من جانبها أكدت مصر أنها تواصل دورها في إيجاد أرضية مشتركة بين الأشقاء الليبيين كافة بهدف مساعدتهم على التوصل إلى رؤية تنفيذية وطنية متكاملة تعالج جذور الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعاني منها ليبيا منذ عام 2011. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية سامح شكري خلال المؤتمر، وأضاف أن وجود القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب على أراضي ليبيا يقف حائلا أمام استعادة ليبيا لسيادتها ووحدتها، كما يؤثر سلبا على الأمن القومي لليبيا خاصة وعلى أمن دول جوارها العربي والإفريقي عامة. قام وزير الخارجية سامح شكري بزيارة إلى مدينة بنغازي الليبية لمتابعة الأعمال الجارية لتجهيز مبنى القنصلية المصرية في بنغازي. وخلال الزيارة إلى بنغازي التقى شكري المشير خليفة حفتر، حيث أكد دعم مصر الكامل لجهود تحقيق أمن واستقرار ليبيا وما توليه من اهتمام بالغ لتسوية أزمتها بما يلبي تطلعات شعبها الشقيق في الانطلاق نحو المستقبل واستعادة البلاد لوحدتها وسيادتها واستقرارها المنشود تحت راية وطن واحد جامع ومزدهر. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه سيتم إطلاق حوار وطني يشارك فيه الشباب لمناقشة عدة موضوعات من بينها النظامان السياسي والانتخابي في تونس. جاء ذلك خلال أعمال مجلس الوزراء التونسي، وأضاف سعيد بأنه بقدر حرصه على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بقدر تمسكها بسيادتها الوطنية وباحترام اختيارات الشعب التونسي، مجددا رفضه كل محاولات الاستقواء بالخارج للتدخل في الشؤون الداخلية لتونس أو الإساءة إليها. أعلنت وزارة الصحة خروج 819 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 271,792 حالة. وأشارت الوزارة إلى تسجيل 883 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس و46 حالة وفاة. تعمدت أشعة الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بقدس الأقداس داخل معبده بأبو سمبل في ظاهرة تتكرر مرتين كل عام، الأولى في 22 من فبراير والثانية في 22 من أكتوبر، وذلك منذ نحو 33 قرنا من الزمان. وبدأ التعامد في الساعة 5:53 دقيقة صباحا، واستمر لمدة 20 دقيقة حتى الساعة 6:13 دقيقة. قطعت خلالها أشعة الشمس 60 مترا داخل المعبد مرورا بصلة الأعمدة حتى حجرة قدس الأقداس لتسقط أشعة الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في الهند ونيبال إلى أكثر من 180 شخصا، وقالت مصادر محلية إن الأمطار غير الموسمية تسببت في فيضانات بمناطق متفرقة وقطع الطرق وتدمير المنازل والبنية التحتية في عدة ولايات. أما رياضيا، فيستضيف الزمالك في 7 مساء اليوم فريق تاسكر الكيني في إياب دور 32 من دوري أبطال إفريقيا، وكان الزمالك قد حسم لقاء الذهاب لصالحه بهدف دون رد عن طريق نجمه المغربي أشرف بن شرقي ليضع قدما في الدور المقبل. نهاية موجز التاسعة، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضرتكم من جديد في كل مكان. احنا في شهر أكتوبر، وده شهر توعية بمخاطر مرض سرطان الثدي، لأنه ده مرض بيصيب أكثر من 2 مليون سيدة حول العالم. طيب خلينا يعني نتكلم أكتر عن اللي بيحصل في الدولة المصرية، ويعني تكثيف الجهود علشان نرفع حالة الوعي
بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ووسائل الوقاية كمان من هذا المرض ومعالجته بالمجان إذا لا قدر الله تمت الإصابة. وده يمكن شفناه كويس من خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية. خلينا نعرف كل التفاصيل والمعلومات. دلوقتي معانا على التليفون الدكتور عماد شاش، مدير مستشفى سرطان الثدي بالمعهد القومي للأورام في جامعة القاهرة، بينضم لنا عبر زوم. صباح الخير عليك يا دكتور. ويعني كل الدراسات العالمية بتقول إنه في انخفاض في نسبة الوفيات بسرطان الثدي، وده طبعا بينعكس على مسألة ارتفاع الوعي وزيادة نسبة الفحص اللي بتتم، لكن لحد النهاردة نقدر نقول إنه لسه في سيدات بتخاف من مسألة إنها تروح تكشف. لو حضرتك النهاردة عايز توجه لهم رسالة تقول لهم إيه؟ على حضرتك يا أستاذة هدير وعلى أستاذ محمد، صباح الفل على جميع المشاهدين وبرنامج حضراتكم في صباح الخير يا مصر. صباح الأمل والتفاؤل. حضرتك أشرتي لنقطة مهمة جدا. سرطان الثدي بيمثل سرطان رقم واحد بالنسبة للسيدات في العالم، وأكثر من 2 مليون سيدة فعلا سنويا بيصابوا بسرطان الثدي. زمان كان السرطان نتيجة خوفنا ان احنا نحاول ان احنا نكشف بدري، كان بيتم اكتشافه في مراحل متأخرة، ولكن الوعي عبر المنابر الإعلامية المحترمة زي منبر حضرتك وبالجهود العالمية ان هو يحصل الاكتشاف في مراحل مبكرة. فالاكتشاف في مراحل مبكرة هيخلي ان هو نسب الشفاء تعلى، تصل إلى حد 98% في المراحل الأولى من سرطان الثدي. فبالتالي يعني مع شهر أكتوبر وفي العوام بنقول للسيدة ما تخافيش، حضرتك أول ما يبتدي إن هو تحس بعرض ياريت إن أنت تتوجهي، وقبل العرض كمان لو حضرتك وصلت لسن الأربعين بننصح حضرتك بالكشف المبكر إكلينيكياً مرة كل سنة عند طبيب متخصص، وعمل أشعة الماموجرام مرة كل سنة أو اتنين على الأقل بعد سن الأربعين. من بعد سن الأربعين، طيب ده كويس برضه عشان الناس اللي بتفرج علينا، حتى لو مفيش أعراض من بعد سن الأربعين نكشف مرة على الأقل كل عام. طيب تخصيص شهر كامل يا دكتور شايف إن هو مناسب لخطورة الإصابة بسرطان الثدي عند السيدات؟ هقول لحضرتك ان هو يا استاذ محمد ان هو سرطان الثدي بيمس جزء مهم جدا في المجتمع وهو السيدات، وعلى فكره يعني السيدات هم اللي بيخلوا الرجاله كمان يفضلوا في مكانهم، والاسره المصريه تفضل مستمريه في العطاء والود والدفء. فعشان كده السيدات عامه دايما حمولين ودايما عندهم جلد وصبر، حتى لو حسوا بحاجة غالبا ساعات بيقول لك احنا مش هنروح نكشف عشان مش عاوز ان انا ازود الحمل والاعباء على الاسرة. وعشان كده كان مهم جدا ان احنا بنقول ان السرطانات الشفائية زي سرطان الثدي لما يتم اكتشافه في مراحل مبكرة يجب ان هو يبقى في شهر باكمله مخصص فقط للتوعية بسرطان الثدي، ودوت اللي خدته منظمة الصحة العالمية. طيب دكتور عماد، خلينا نتكلم من قبل ان شاء الله الإصابة ما تتم، ازاي الناس او السيدات يقوا نفسهم من سرطان الثدي؟ واحنا هناك حديث وبحوثات بتقول وابحاث بتقول انه حوالي تقريبا 40% من نسبة الإصابة ليها علاقة بالنظام الغذائي، الدهون اللي موجودة في الأكل. مدى صحة الكلام ده ايه؟ السرطان عامة وسرطان الثدي خاصة احنا بنقول مفيش مسببات للسرطان، ولكن عوامل خطر. عوامل خطر حضرتك قلتي حاجة مهمة جدا، الأكل الصحي المتوازن، ممارسة الرياضة، الابتعاد عن التدخين وشرب الخمر، كل دول أسباب عامة ممكن تؤدي للسرطان. وعشان كده إن اللي هو الحياة المتوازنة حاجة مهمة جدا للوقاية من السرطان عامة وسرطان الثدي خاصة. حتة التغذية احنا بنتكلم ان هو التغذية والمثلى هي العلاج المتوازن، علاج متوازن من الكربوهيدرات، من النشويات، من البروتينات، من الخضروات، من الفاكهة، كل دوت شيء مهم جدا في النظام الغذائي. ممارسة الرياضة، وهنا انا مش عاوز اقول ان هو الرياضة يعني رياضة ان احنا نعمل اي حاجة غير
المشي على الأقل 30 دقيقة يوميا. دوت حاجة مهمة جدا، وإن احنا نخلي بالنا من الوزن، إن الوزن الزائد من أحد عوامل الخطر للإصابة بالسرطان. فدوت النصائح البسيطة اللي ممكن كلنا نعملها في حياتنا الطبيعية. عظيم. الدكتور عماد شاش، مدير مستشفى سرطان الثدي بالمعهد القومي للأورام في جامعة القاهرة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على انضمامك معنا النهاردة يا فندم. شكرا لحضراتكم يا فندم. دلوقتي نروح مع حضراتكم لتجربة نسائية شابة قدرت انها تعالج مشكلة هدر الطعام في بعض الفنادق والمحلات، وده من خلال تطبيق موبايل بتقدر من خلاله انها تحصل على الطعام الزائد في الفنادق والمطاعم والمحال التجارية، او حتى من خلال المتبرعين وتوفره للمحتاجين. معانا دلوقتي مؤسسة تطبيق تكية، منى شاهين. صباح الخير عليك يا منى. صباح النور. يا اهلا بيك. كله تمام الحمد لله. عايزين نفهم منك اكتر عن التطبيق ده. انا سامعاك. عايزني اشرح لك التطبيق بيعمل ايه؟ جات لك الفكره منين والتطبيق بشكل عام عامل ازاي؟ يعني انت ممكن تفكري انك تساعدي او تعملي خير بطرق اللي هي الطرق التقليديه بتاعتنا، لكن انك تعملي تطبيق، فعايز افهم بقى الفكره جات ازاي. هو الفكره انا طول عمري بتضايق من فكره هدر الاكل، واعتقد كلنا بنتضايق، بس كمان لما عرفت ان هدر الاكل من اكبر الحاجات اللي بتساهم في التلوث البيئي، يعني لو جمعنا الاكل المهدر هيبقى ثالث بلد بتلوث البيئه بعد الصين وامريكا، الموضوع شدني اكتر ان احاول ادور على فكره تحل المشكله دي، خصوصا احنا كلنا شايفين تاثير الكلايمت تشينج حوالينا عامل ازاي، التغير المناخي يا منا. طيب عايز اسالك الصعوبات اللي قابلتك علشان تقنعي اصحاب المحال والمطاعم المشاركه معاكي والفنادق بالتاكيد في التطبيق اللي انت عملتيه انهم يشتركوا، لانه الامر ما بيبقاش سهل له علاقه بتخزين الطعام ده لحد ما تستلميه. ناس كتير بتخاف من يعني الموضوع ده، احكي لنا كده اكتر ازاي اقنعت فيهم. طيب هو اولا احنا ما بنخزنش، يعني انا بتفق مع اي مورد طعام ان بقول له عندنا حلين، يا اما ناخد الحاجه السيربلس ما اتلمستش ما فيهاش مشكله وصالحه للاكل للجمعيه الخيريه على طول، يا اما بيباعها دايركتلي للمستهلك على طول للمستهلك بخصم 50%، والمستهلك ممكن يشتريها وممكن كمان يختار انه يشتريها ويتبرع بيها واحنا نوصلها للجمعيات الخيريه، فما بيتمش اي تخزين. الفكره بقى ان المطاعم طبعا علشان تفهم التلوث، مشكله التلوث ومشكله الهدر، الموضوع طبعا خد مننا وقت، وان احنا احتاجنا ان احنا نشتغل الاول على زياده الوعي، فنبتدي نخطط ازاي هنزود الوعي بتاعه الناس، وازاي هنوريهم التاثير بعد ما يشتركوا معنا في الابلكيشن، لان هو كمان بيحقق ربح، يعني انا كمطعم ببيع جزء من الفائض ب 50% خصم، فده يشجعه انه يشترك. احنا مش عايزينه بالظبط، فالربح الاول بيشجعه انه يشترك. في المحلات الكبيره اللي هم اصحاب الفروع الكتير بيبقوا متشجعين كمان بفكره ان هم يقدروا يوصلوا الحاجه للجمعيات الخيريه بدل ما هي بتترمي، فاعتقد ان بزياده الوعي وتوضيح الحاجات المكاسب اللي هيكسبوا بيها كان الموضوع سهل علينا الموضوع شويه. حتى زي ما انت قلتي، لو هيبص للجانب الاخر في انه هيكسب من خلال انه هيبيع الحاجه بخصم 50%، فاعتقد ده سبب يخليه يعني يسارع في المشاركه معاكي. عدد المشاركين معاكي وصل لقد ايه في التطبيق؟ اعتقد احنا عندنا يعني اخر ارقام كانت حوالي 20,000 مستخدم، عندنا 85 موارد طعام. 85 موارد طعام بقى فيهم ناس عندهم فروع كتير جدا، فمثلا تلاقي حد عنده مثلا 18 فرع، فال 18 فرع دول بتروح عربيه كل يوم تودي الحاجات للجمعيات الخيريه الفائض، فده العدد الحالي. لكن مستفيد من التطبيق 20,000 20,000 شخص غير الجمعيات الخيريه، عندنا 75 جمعيه خيريه دلوقتي على التطبيق بيستفيدوا، في جمعيات بتستفيد يوميا من وجبات بتوصل لهم. عظيم. طيب منا، التطبيق ده شغال في مصر بس ولا شغالين في بلاد تانية؟ على اخر السنة هنبقى شغالين، هنبتدي في دبي ان شاء الله. بس طيب. هو حاليا في مصر بس. الناس اللي شغالة معاكي تقريبا قد ايه على التطبيق وازاي تم تدريبهم؟ الناس اللي شغاله معانا حوالي 12 طبعا، بين ناس فول تايم
بيشتغلوا طول اليوم يعني، والناس بيشتغلوا بارت تايم نص اليوم. احنا اللي بندربهم يعني، احنا بندرب ناس وبعدين الناس دي بتدرب ناس تانية لما تيجي جديدة. فأعتقد انا وجوزي، جوزي معايا في التطبيق، انا وجوزي بيشتغلنا على تدريبهم. عظيم. طيب انت قلت ان في 20,000 مستفيد منهم جمعيات خيرية، طب الجمعيات بنعرف نوصل لها، باقي الناس ممكن نوصلهم ازاي؟ لا، الناس ال 20,000 اللي موجودين على التطبيق دول ناس عاديه، هو عاملين حساب وبياخدوا الحاجه بخصم 50%، عايز يطلبوها هم ابلكيشن. هم بقى ممكن ياخدوها ويوزعوها لجمعيات خيريه او يوزعوها على اشخاص يعني. بالظبط كده، او ياخدوها لنفسهم، لان الاكل ده صالح للاستخدام، في ناس كتير قوي بتستخدمه لنفسها وبتاكل الحاجات دي، وبيبقى هو هي الفكره ان انا ممكن كشخص عادي يعني، انا ما بنزل مصر ببقى اما انا موجوده في مصر بطلب منه وباكل الحاجه بنفسي، لان انا كشخص عادي انا مش بس هوفر 50%، ده انا كمان هساهم في هقلل التلوث وهساهم في تقليل هدر الاكل. فكل الناس بتقدر تستخدمه، بالناس بتاخد الحاجات دي وتديها لجمعيات خيريه. في اوبشن عندنا ان انا في يعني ان انا كمستهلك ممكن كمان اطلب من الابلكيشن وبعدين اختار ان انا اتبرع بيه، ان التكيه اللي تتبرع لي بيه، واختار تكيه تتبرع لي بيه لفين، عايزه اتبرع لدار ايتام، عايزه اتبرع لدار المسنين، ايه المكان اللي انا عايزه اتبرع له. عظيم. وانا وتكيه كمان هي ممكن توصلني يعني، لو انا دفعت الثمن الوجبه ودفعت ثمن التوصيل، تكيه هتوصلها في نفس اليوم للجمعيه الخيريه. ففي كذا طريقه ان انا اساهم بتقليل الهدر وكمان نوصل حاجه للجمعيات الخيريه. بالظبط، وبكده حتى اللي عايز يعني يقوم بالعمل الخيري ده بيكون مطمن انه هيوصل لمستحقيه. منى، عايزه اسالك، الفكره حازت على اي جوائز او حتى لسه مقدمه مثلا؟ احكي لنا خطوتك الجايه ايه يعني. انا تم اختياري في 2019 كمان اكثر الناس المؤثرين في مصر، وكمان وصلنا للفاينالست في جايزه، اكبر جايزه مصريه للافكار الشابه والناس اصحاب الشركات الجديده. وفي دبي برضو تم اختياري من الليدرز المؤثرين، المفروض تتكرم في فبراير. وكمان في الشرق الاوسط تم اختيار الابلكيشن كمن اكثر من احسن ابلكيشن في سنه 2021 اللي بتاثر على فود الامن الغذائي. عظيم، كل الشكر ليك يا منى. منى شاهين، مؤسسه تطبيق تكيه، بنشكرك شكرا جزيلا. طيب نتكلم مع حضراتكم عن الصحه واهتمام الدوله المصرية بكل ما يخص صحة المواطن المصري، سواء بنتكلم عن النساء، الرجال، وأيضا الأطفال. انطلقت المبادرة الرئاسية للكشف عن الأنيميا والتقزم في المدارس لفحص 15 مليون طالب في المرحلة الابتدائية، تحليل النتائج وحملات مستمرة وربط النتائج دي بمشروع التغذية المدرسية للأطفال للقضاء على أمراض سوء التغذية. خلينا نعرف كل التفاصيل عن هذه المبادرة. معنا على التليفون دكتور تامر سمير، منسق مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على أمراض سوء التغذية. صباح الخير عليك يا دكتور، ولو تقولنا يعني النتائج الأولية للحملة بترصدها داخل المدارس، وازاي بيتم التعامل مع الطفل اللي بنلاقي عنده بقى حالة سمنة، تقزم، أنيميا، بيتم التعامل معاه ازاي؟ صباح النور. احنا عندنا المبادرة الرئاسية للقضاء على أمراض سوء التغذية، واحدة من مبادرات 100 مليون صحة، بتستهدف تنشئة جيل صحي بدنيا وذهنيا. الفرق بتنزل بتلف على المدارس، بتفحص الطلبة، بيتم تسجيل البيانات على قاعدة البيانات الإلكترونية. الطفل اللي بيكون عنده سمنة أو أنيميا بيتم استدعائه في خصوصية وتوجيهه لأحد العيادات الطبية بالتأمين الصحي، هناك بيتعمل له إعادة فحص كامل وبيتحط له خطة علاجية مناسبة وبيتم تثقيفه صحيا، لأن حضرتك عارفة إن السمنة أساسا يعني في الغالب بتبقى نتيجة سلوك صحي غير سليم. عظيم، حضرتك قلت نقطة مهمة جدا يا دكتور تامر، إنه بيتم استدعائه في خصوصية، دي حاجة مهمة جدا. بالظبط يا فندم، احنا عاملين كول سنتر بيكلم ولي الامر وبيوجه الطالب للعياده المختصه بتاريخ محدد بميعاد محجوز مسبق عشان يبقى الموضوع في خصوصيه للحفاظ عليه. عظيم، طيب نفهم اكتر عن الحمله، هل هي مده زمنيه؟ هل هي بتجوب كل مدارس الجمهوريه؟ بص، احنا عندنا السنه دي المستهدف 15 مليون طالب من الصف الاول للسادس في جميع محافظات مصر، الحضر والريف، كل المدارس، كل القطاعات الحكومي والتجريبي والخاص كله.
عظيم. واحنا الحمد لله الاسبوع الاولاني قدرنا نفحص 1 مليون طالب من 15 مليون وده رقم كويس. طيب دكتور، عايز اسال حضرتك عن مشروع التغذيه المدرسيه والوجبه المدرسيه اللي شفناها في مشروع سايلو فودز، ولأي مدى ده هيؤثر على مساله الانيميا والسمنه بين الاطفال، ويعني لو تقولنا اكتر عن مكونات هذه الوجبه، وحضرتك شايف يعني مع بدايه الدراسه ازاي الاطفال بيستقبلوا ده؟ بصي، هو المشروع التغذيه يعني مشروع ضخم والدوله رصدت له موازنه بالمليارات، هو هيستفاد من مبادره الانيميا والسمنه والتقدم بالمحددات الصحيه اللي طلعنا بيها للطلبه، بحيث ان الوجبه بيتم توجيهها للطالب وفق الاحتياجات بتاعته. يعني يا دكتور تامر، حضرتك تقصد ان الوجبه مش ثابته، مكونات الوجبه مش ثابته، بتنطبق على حاله اللي قدامي يعني. بالظبط بالظبط، هو الموضوع المشروع يعني جاري الانتهاء من الاعداد بتاعه، تم اطلاقه بشكل تجريبي في محافظه المنوفيه، وان شاء الله قريبا يتم اطلاقه في جميع المحافظات. وده يا دكتور يتطلب وجود دكتور تغذيه داخل المدارس؟ بصي، خلينا نتكلم بشكل عملي، يعني هو صعب ان او يعني يكون في دكتور تغذيه في كل مدرسه، لكن يعني بناء على المحددات الصحيحه احنا خلاص رسمنا خريطه لمصر وعرفنا الاولاد محتاجين ايه، وبيتم توجيه الوجبه لكل طالب ليه، وفي حاله ان احنا هيكون في اعاده فحص، في حاله ان الولد لسه محتاج رعايه طبيه بيتم توجيهه للعياده الطبيه المختصه عشان يتم تعديل البرنامج الغذائي بتاعه، لكن طبيب في كل مدرسه هيكون صعب شويه طبعا. يعني ده بيتم بناء على المعلومات اللي تم تجمعها خلال الحملات اللي حصلت السنه دي والسنه اللي قبلها. بالظبط يا فندم. طيب عايز اتكلم مع حضرتك عن النسب، نسب الاصابه بالامراض دي السنه اللي فاتت كانت عامله ازاي؟ هو بشكل عام يعني الانيميا كانت في حدود 23%، وده رقم يعني ما يخضش، لكن السمنة كان رقمها 13%، وده رقم يعني مرتفع نسبيا، محتاجين نشتغل عليها الفترة الجاية، تثقيف صحي سواء على مستوى الطالب أو الأسرة أو الإعلام مع حضراتكم عشان نحسن من الوضع ده. عظيم، كل الشكر لحضرتك الدكتور تامر سمير، منسق مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على أمراض سوء التغذية، شكرا جزيلا ليك يا فندم. دلوقتي مشاهدينا نسيب حضراتكم مع فاصل، هنرجع من بعد نكمل فقرات صباح الخير يا مصر، ابقوا دائما معنا. عبر بطولات وهمية وأفكار متطرفة ووعد كاذب بالحور العين، تعمل التنظيمات الإرهابية على جذب بعض الشباب للانضمام إليهم من خلال عملية غسيل المخ والاعتماد على غياب الوعي لدى البعض، حيث إن الهجمات والعمليات الإرهابية يكون مرتكبوها دائماً من الشباب وفي مقتبل العمر، والبعض الآخر لا يزال في سن المراهقة. ولا تتوقف التنظيمات الإرهابية والمتطرفة عن تنفيذ استراتيجية مع الشباب من كل أنحاء العالم لاستقطابهم وانضمامهم تحت لوائها بزعم الدفاع عن دين الإسلام وعودة الخلافة المزعومة، وذلك عبر إقناع هؤلاء الشباب بأن العمليات الإرهابية هي لنصرة الدين الإسلامي. ويستغل تنظيم القاعدة الإرهابي بعض المساجد التي يسيطر عليها في الوصول إلى الشباب وتجنيدهم، وكان ذلك من أولى الوسائل التي اعتمدت عليها الحركات المتطرفة في بعض الدول، فضلاً عن عوامل أخرى كانت تستخدمها الجماعات الإرهابية في استقطاب الشباب، وهي اللعب على العوامل الاجتماعية والظروف الأسرية التي يتعرض لها الشاب في بداية نشأته. زي ما تابعنا مع حضراتكم في هذا التقرير اللي عرضناه أساليب التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة في استقطاب الشباب وخداع عقولهم، في نقطة مكملة لعملية الاستقطاب وعاوزين نفسرها ونحللها
هل بعد ما الشاب بينضم لمثل هذه الجماعات الإرهابية بيكون ولاؤه للتنظيم ولا للفكرة ولا بيكون لزعيم التنظيم؟ إيه هي الفروق؟ إيه التباينات؟ الحاجات المشتركة كمان ما بين هذه الجماعات الإرهابية؟ أسئلة ومحاور عديدة هنتعرف عليها طبعا وعلى إجاباتها من ضيفنا في الاستوديو الأستاذ منير أديب الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير، أهلا بيك يا فندم. يا أهلا بيك. أهلاً. مما لا شك فيه أن التنظيمات الإرهابية دي على اختلاف أسمائها إلا أن هي في النهاية بتمثل تهديد متساوي لينا جميعا، ولكن في فروق ما بين هذه التنظيمات وفي عوامل مشتركة ما بين هذه التنظيمات، يا ريت حضرتك توضحها. يعني لا شك أن هذه التنظيمات المتطرفة يعني هناك عوامل مشتركة ربما تكون في شكل وطريقة التجنيد، سواء كان للشباب أو حتى المشتركات الفكرية. وأعتقد أن الحركة الأقدم التي ربما مثلت الوعاء الحقيقي لكل التنظيمات المتطرفة سواء عابرة الحدود والقارات أو حتى التنظيمات المحلية والإقليمية، أعتقد أن حركة الإخوان المسلمين كانت البداية. كانت البداية من حيث الفكرة، وهذه الفكرة غزت كل الأفكار المتطرفة التي نشأت من رحمها، على سبيل المثال ما يمكن أن نسميه بالجماعة الإسلامية في مصر، تنظيم الجهاد، تنظيم قاعدة الجهاد كان جزءا من الإخوان المسلمين باعتراف قيادات هذا التنظيم. وأعتقد أن أيمن الظواهري قال كلاما واضحا في هذا المضمار، قال أن أسامة بن لادن قال له أنه كان من الإخوان المسلمين. وأعتقد أن يوسف القرضاوي سبق وقال كلاما أيضا في هذا المعنى. وأعتقد أن موقع اليوتيوب ما زال يحمل كلا التسجيلين، قال أنه قيل له أن أبو بكر البغدادي زعيم ما يسمى بتنظيم داعش كان من الإخوان المسلمين. إذن كل هذه التنظيمات خرجت من رحم الإخوان، وهناك مشتركات لها علاقة بطريقة عمل هذه التنظيمات. وأعتقد أنها يعني هناك شكل ربما بين هذه التنظيمات في طريقة العمل والآلية، وهناك أيضا مشترك له علاقة بالأفكار، بمعنى أن ما تدعو إليه حركة الإخوان المسلمين أعتقد أننا سوف نجد قاسم مشترك كبير في تنظيم القاعدة وداعش وغيرها من التنظيمات. عظيم. زي ما كنا بنتكلم يا فندم أنه تبدو هذه الحركات متقاربة، لكن الحقيقة أنهم على خلاف دائم وعلى صراع دائم، كيف ترى هذا؟ لا شك أن هناك تباينات بالفعل بين هذه التنظيمات، ولكن لابد أن نضعها فيما يمكن أن نسميه بالتباينات. لا يمكن أن نسمي ذلك خلافا عميقا في الأفكار أو حتى في التنظيم، بدليل أنه ما حدث في مصر، نحن سوف نتحدث عن أزمة أو قضية سياسية اتفقت عليها هذه التنظيمات. عندما ثار الشعب المصري على الإخوان في العام 2013، فوجئنا أن هذه التنظيمات تجتمع على ما كانوا يسموه كلمة سواء، كلها حاربت وواجهت النظام السياسي والدولة المصرية، بل وواجهت الشعب المصري، بما يعني أن كل هذه التنظيمات تتفق فيما بينها على هدف مشترك. بل دعينا نذهب إلى أبعد من ذلك، عندما كان الإخوان على رأس السلطة كنا نجد حماية ودعم من قبل الإخوان المسلمين لتنظيم قاعدة الجهاد، ووجدنا تصريحات كثيرة من الرئيس المعدول يتحدث فيها عن حماية حقيقية لما يمكن أن نسميه بتنظيم داعش، هؤلاء الذين تواجدوا في سيناء لفترة طويلة. وكنا نسمع الرئيس المعزول محمد مرسي يقول سوف نحمي الخاطفين والمخطوفين. عندما قام هؤلاء بارتكاب عمل إجرامي واختطاف بعض من جنودنا، وهذا يؤكد على أن ثمة هدف واحد مشترك بين هذه التنظيمات. والآن ولعلي أختم بهذه النقطة، نفاجأ بأن الجماعة الإسلامية والقاعدة وداعش وغيرها من التنظيمات وضعت يدها في يد حركة الإخوان المسلمين في لندن واسطنبول والعديد من العواصم الأوروبية، لأنهم يرون أن وصول الإخوان أو محاولة دعم الإخوان يمكنهم يمكنهم ويمكن ويدعم الفكرة التي تعمل لها ومن أجلها كل هذه التنظيمات المتطرفة. عظيم. حضرتك قلت أنه في توافق تام في الفكر بينهم وبين بعض، لكن هل ممكن يحدث خلاف على جهة التمويل أو من جهة التمويل؟
هو لا شك كما ذكرت في بداية مداخلتي هناك تباينات، لا يمكن أن نقول أن هناك تطابق كامل. بالفعل عندما نشأت هذه الحركة، وأقصد حركة الإخوان المسلمين، قبل أكثر من 90 عاما انبثقت وخرجت من رحمها تنظيمات أخرى. هذه التنظيمات قد تختلف قليلا، ولكنها قد تتفق في أفكار كثيرة، وقد تتفق في طبيعة وطريقة العمل. ومن ضمن هذه التباينات فكرة التمويل، فكرة الدعم، فكرة التجنيد. على سبيل المثال فيما يتعلق بفكرة التجنيد، حركة الإخوان المسلمين لها طبيعة في فكرة تجنيد الشباب وتجنيد هؤلاء الشباب وهم في سن صغيرة، وهم يطلقون شروط للالتحاق بالجماعة. نعم، وهم يطلقون على ما يسمى بذلك الظهروات أو الأشبال. هذا ربما لا يتواجد في تنظيم قاعدة الجهاد ولا في الجماعات الأكثر تطرفا، لأنها ترى أن عملها الحقيقي هو العمليات المسلحة المباشرة، وبالتالي لا تجد وقت ولا تجد مجهود ولا تجد مساحة لتجنيد هؤلاء الأطفال في سن صغيرة. بينما الإخوان لأنهم يعملون يخلطون ما بين العمل السياسي وما بين العنف، قد يجدون هذه المساحة. لكن الجماعات الأخرى يعني دعاة هذه الجماعات بيفكروا إزاي يبرروا العمليات الوحشية اللي بيقوموا بيها، لأن ما عندهمش وقت إن هم لسه يطلعوا نشأ جديد. نعم، والأخطر من ذلك أننا نفاجأ، على سبيل المثال فكرة ما يمكن أن نسميه بتوزيع الأدوار. بمعنى نجد القاعدة تنفذ عملا وداعش تنفذ عملا آخر. تنظيم ما يسمى على سبيل المثال بعد العام 2013 ظهرت تنظيمات كثيرة في مصر مثل أجناد مصر، أنصار الشريعة وغيرها من التنظيمات. كنا نفاجأ بأن الإخوان يوفرون غطاء لهذه التنظيمات. يعني الإخوان كانوا يدعون أنهم لا يمارسون عنفا، بينما هم يرون أن هدفهم الأساسي والأسمى هو أن تقوم هذه التنظيمات بتنفيذ هذه العمليات المسلحة، ثم يوفرون لهم غطاء، سواء غطاء من خلال التمويل أو الدعم اللوجستي أو من خلال الدعم الإعلامي عبر الشاشات التي يمتلكها هذا التنظيم خارج الحدود. عندما ضعفت هذه التنظيمات ونجحت أجهزة الأمن في تفكيكها، وأصبح لا يوجد أثر أو وجود لها، بدأت تخرج حركة الإخوان المسلمين وتمارس العنف الجنائي المباشر بنفسها. ثم نشأت ما يمكن أن نسميه بحركة حسم وحركة لواء الثورة وغيرها من التنظيمات المتطرفة التي خرجت من رحم الإخوان. إذن هذه التنظيمات يوجد قواسم مشتركة بينها، وهو ما يمكن أن نسميه بتوزيع الأدوار، لكن كلها هي تنظيمات متطرفة. هناك من يستخدم التطرف فوق المنبر، وهناك من يستخدم التطرف على شاشة التلفاز. يعني ربما تجد شخص ينتمي إلى تنظيم الإخوان يحض على العنف والكراهية عبر وسيلة إعلامية في لندن أو إسطنبول، هذا متطرف. وهناك من يمارس التطرف عبر التفجير أو التخطيط وتنفيذ بعض العمليات الإرهابية، وهذا حدث في مصر بعد العام 2013، وقام الإخوان به في محاولة ربما للوصول إلى ما كانوا عليه قبل العام 2013. أستاذ منير، حالة الاستقرار الأمني اللي بتشهدها مصر دلوقتي والقضاء على الإرهاب ومكافحة الإرهاب، كيف يؤثر هذا يعني على منطقة الشرق الأوسط وعلى العالم؟ يعني أعتقد أن مصر قامت بدور كبير في محاربة الإرهاب، ليس فقط على أراضيها وإنما خارج أراضيها. وأعتقد أن مصر لديها رؤية واستراتيجية كبيرة، نجحت هذه الرؤية من واقع ما كانت تمارسه مصر في مواجهة الإرهاب في التسعينيات من القرن الماضي، في الموجة الأولى للإرهاب. ولذلك هذه الرؤية الكبيرة أفادت مصر في مواجهة هذه التنظيمات. ولذلك جزء من الاستراتيجية المصرية أنها لم تواجه الإرهاب الذي عاناه المصريون على سبيل المثال داخل مصر، وإنما كانت نظرتها أبعد من ذلك، فواجهت الإرهاب خارج الحدود المصرية. ولذلك من الثمرات التي نجحت مصر في تحقيقها فيما يمكن أن نسميه بمواجهة الإرهاب أنها نجحت في تفكيك
أكبر تنظيم ربما مارس وما زال يمارس الإرهاب ويمثل خطورة ربما على أمن العالم وليس الأمن القومي المصري وهو حركة الإخوان المسلمين. نحن نستطيع أن نقارن ما بين هذه الحركة المتطرفة في العام 2011 والعام 2013 وما وصلت إليه الآن من خلافات وصراعات أدت وأعتقد أنها سوف تنهي على التنظيم بشكل كامل. وهذا يؤكد أن مصر لديها رؤية كبيرة واستراتيجية في مواجهة الإرهاب وهذا ما يمكن أن نسميه بتفكيك التنظيم. الآن التنظيم أصبح مفكك وأعتقد أن باقي المؤسسات داخل البلاد تعمل على تفكيك ما يمكن أن نسميه بالفكرة المؤسسة لهذا التنظيم. ولذلك مصر قدمت وقدمت الكثير في مواجهة الإرهاب، ليس الإرهاب الذي يهدد الأمن القومي المصري وإنما الإرهاب الذي يهدد أمن العالم. ولذلك أختصر أيضا فأقول أن ما قامت به أجهزة الأمن في مصر أثر على هذا التنظيم عابر الحدود والقارات، أقصد الإخوان المسلمين، أثر عليه في السودان وأثر عليه في المغرب وأثر عليه في تونس، وسوف نشاهد ويشاهد المشاهد الكريم ما سوف يحدث للإخوان في ليبيا إذا ما أجريت الانتخابات ربما نهاية هذا العام، الانتخابات البرلمانية والرئاسية. عظيم اللي حصل في مصر ده نموذج يا أستاذ منير. نعم. يعني نقدر نتكلم عنه أنه هو فعلا نموذج يحكى ويحتذى به في مواجهة الإرهاب. عندنا استراتيجية لمكافحة الإرهاب وكانت استراتيجية متكاملة. نعم. بنتكلم عن تجديد خطاب ديني زي ما حضرتك قلت أن في إرهاب على المنابر وكان في إرهاب مش عارف فين وفين، في تجديد للخطاب الديني، في تنمية بتحصل ودي برضو من ضمن الحاجات اللي بتحمي الشباب من أنه يتم استقطابهم من قبل هذه الجماعات الإرهابية. فإحنا بنتكلم عن استراتيجية متكاملة للقضاء على الإرهاب ومواجهته في مصر. نعم، وهذا هو الأهم، وأعتقد أن هذه الاستراتيجية هي التي أدت إلى مواجهة هذه التنظيمات وتفكيك هذه التنظيمات على مستوى البناء التنظيمي وعلى مستوى الفكرة. ولذلك من أهمية هذه الاستراتيجية أن الدولة منذ اللحظة الأولى من تسلم السلطة بعد الثورة الشعبية في 30 يونيو من العام 2013 عملت على هذه الاستراتيجيات متكاملة. المواجهة الأمنية والعسكرية، الأمنية المعنية بتفكيك بنية التنظيم، المواجهة العسكرية القائمة على جمع معلومات استخباراتية من شأنها تفكيك هذه التنظيمات، وأيضا المواجهة الفكرية المعنية بتفكيك هذه الأفكار المؤسسة لهذه التنظيمات. والأهم من هذا وذاك أعتقد الدور الذي قامت به الدولة على مدار 8 سنوات فيما يتعلق بالتنمية. هذه التنظيمات سيدي الكريم دائما كانت تقدم نفسها للناس على أنها الراعية لهؤلاء من خلال بعض الأعمال الخيرية، وكانت تقدم نفسها كبديل للدولة. أصبحت الدولة حاضرة في كل الملفات. ما تم إنجاده خلال 8 سنوات الأخيرة يعني أعتقد أنه يعني لم تكن الدولة أو أي نظام سياسي يستطيع أن يحقق ذلك إلا عبر نصف قرن. هذا ساعد في تفكيك هذه التنظيمات وفي تفكيك خطابها، وأعتقد أن هذه الاستراتيجية التي نتحدث عنها فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب أعتقد على العالم أن يستفيد منها وأن يتم تخليق رؤية واستراتيجية أعم وأشمل تناسب الدول الأخرى ويتم مناقشتها ربما في المؤسسات الدولية، الأمم المتحدة، مجلس الأمن، بحيث تكون هذه المواجهة ليست فقط قاصرة على هذه التنظيمات داخل مصر وإنما تسير بالتساوي لمواجهة هذه التنظيمات في دول عربية وأوروبية ما زالت تنتشر فيها. وعلى العالم أو الدول الأخرى أن تستفيد من التجربة المصرية وأن تخضعها للنقاش وللحوار من أجل أن تستفيد بها وتأخذ ما يلزمها في هذه المواجهة الكبيرة من واقع التجربة المصرية. عظيم. طيب استاذ منير، احنا بنتكلم دلوقتي عن مشاريع اسكان امنه بديله للاسكان اسكان الغير امن اللي كان موجود قبل كده، بنتكلم عن اهتمام بالصحه، بنتكلم عن اهتمام بالتعليم، بنتكلم عن مشروعات تنمويه ضخمه بتوفر فرص عمل كبيره للشباب. اعتقد انه مساله مكافحه الفقر او مكافحه البطاله
هنا ده بيقضي بشكل كبير على مسألة استقطاب الشباب والعوامل اللي يمكن كانت هذه الجماعات بتدخل للشباب منها. أعتقد أنك إذا أردت أن تواجهي الإرهاب والتطرف، وأعتقد أن التطرف قد يكون أخطر من الإرهاب لأنه يمثل البذرة الحقيقية للإرهاب، هو إنعكاس لعمليات ممارسة الإرهاب، ودائما التطرف يزرع في عقول الشباب ومن ثم يتم تخليق هذا التطرف حتى يتحرك هذا الشخص لممارسة الإرهاب. الدولة عندما كانت حاضرة والدولة عندما اهتمت بهذه الملفات بالصورة التي ربما يشاهدها كل المصريين اختفت هذه التنظيمات المتطرفة. قد تكون المواجهة الأمنية والعسكرية مهمة، ولكن مع المواجهة الأمنية والعسكرية أن تكون الدولة حاضرة بصورة كبيرة في هذه الملفات، بمعنى أن يكون هناك نظام تعليمي ومحتوى من المناهج يكون طارد ومعالج لأي أفكار ربما تتسرب للشباب. عندما تهتم بصورة كبيرة بالمعلم، يستطيع المعلم أن يقترب من الطفل من الشاب من الطالب ومن ثم يعالج أي أفكار متطرفة تصل إليه. مستوى التنمية الكبير الذي وصلت إليه البلاد على مستويات مختلفة، قد يكون منها الإسكان، التعليم، الصحة، وفي الإعلام أيضا، كل هذه المستويات أصبحت طاردة لأي أفكار متطرفة، سواء أفكار متطرفة ربما ساعدت هذه التنظيمات إلى النشاط خلال فترة ربما من العام 2011 وما بعد، أو حتى بعض الأفكار المتطرفة التي ربما تخلق في عقول بعض الشباب. وبالتالي وجود الدولة ونشاطها وقوتها بهذه الصورة أعتقد طارق كبير لكل الأفكار المتطرفة والإرهابية. كل الشكر لحضرتك يا فندم، شرفتنا ونورتنا. أستاذ منير أديب، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، شكرا جزيلا لك يا فندم. شكرا جزيلا لك يا فندم. دلوقتي مشاهدينا كده خلصت حلقتنا مع حضراتكم النهاردة، كنا معاكم على مدار 3 ساعات، أنا وشاذلي وليندا، وبكرة حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، وربنا دايما يصبحكم بالصحة والعافية والبركة، وجمعة مباركة على حضراتكم جميعاً.